بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة. حلقة جديدة مع كورة كل يوم، إن شاء الله نستمتع بحلقة مميزة، ويمكن يعني ديكورات جديدة في قناة الحياة وشكل جديد طالعين بيه بقى في سنة 2024. كل البرامج في قناة الحياة إن شاء الله تكون إطلالة مميزة في سنة جديدة، وتكون سنة خير علينا جميعا في مصر يا رب العالمين والأمة العربية، ومن خلال قناة الحياة. ودايما قناة الحياة اسمها الحياة، هي الحياة دايما بتتجدد مع قناة الحياة. طيب عندنا حاجات مهمة جدا، بداية أسبوع جديد، بداية بطولات قارية، بطولة أمم أفريقيا النهاردة الافتتاح، بطولة آسيا، بطولة أمم آسيا برضو نفس القصة، برضو الافتتاح كان امبارح، وماتشات قوية جدا في قارة أفريقيا في قارة آسيا. هنتابع كل حاجة إن شاء الله. كمان عندنا المسابقات المحلية، طبعا في بطولة كأس الرابطة اللي بتتلعب أثناء توقف الدوري وأثناء مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا. هنتابع كل حاجة زي ما أنتم متعودين معانا، هنتابع كل حاجة. صفقات اتكلمنا فيها الفترة اللي فاتت، ويعني الحمد لله زي ما قلنا من فترة كبيرة حصل بالظبط، وهنتكلم فيها موضوع عمر كمال عبد الواحد، وأندية كتير ولعيبة كتير خلال الفترة الحالية، وفي انتقالات بدأت تشتغل والأندية بتدعم خلال الفترة الحالية. عايز بس في البداية أبدأ، طبعا كل الناس مستنية مباراة مصر وموزمبيق بكرة، عايز أبدأ عن افتتاح بطولة أمم أفريقيا اللي بتقام في الكوديفوار. افتتاح بسيط النهاردة، أنيق بالفولكلور الإيفواري الأفريقي الجميل جدا. دايما بطولات أفريقيا بتجمع كل القارة الأفريقية أو معظم منتخبات القارة الأفريقية. النهاردة الافتتاح كان ظريف جدا، وشارك طبعا نجمنا المصري محمد رمضان في أغنية الافتتاح وحفل الافتتاح. افتتاح أنيق بسيط بطابع أفريقي زي ما انتوا شايفين، في استادات جديدة بتتعمل في ساحل العاج بشكل مميز جدا. عايز اقول لكم ان قارة افريقيا تطورت كثيرا، بقى في تطور في زي ما انتوا شايفين في الافتتاحات، في الاستادات، في شكل كرة القدم. يعني لو رجعنا بالزمن كده، مش هقول كتير، لعشرة 15 سنة ما كناش شفنا التطور ده. النهاردة زي ما انتوا شايفين في الكوديفوار، لا يعني حفلة جميلة جدا، فيها امكانيات مميزة، طابع افريقي جميل جدا، في نظام، في شكل حلو. نجمنا المصري زي ما انتم شايفين محمد رمضان في أغنية الافتتاح النهاردة، فإن شاء الله تكون بطولة حلوة. وفي نفس الوقت كمان كل سنة وكل بطولة بتقام بيبقى في تطور في الكرة الأفريقية. عندنا لو اتكلمنا بقى عن بطولة أفريقيا، هنلاقي كل المنتخبات في بطولة أفريقيا لعيبة محترفين في أوروبا، ولعيبة محترفين في الدول العربية، ولعيبة المحترفين في آسيا، يعني عدد كبير جدا من اللاعبين المحترفين في أقوى الدوريات الأوروبية هنتفرج عليهم في بطولة أفريقيا. إحنا ملوك أفريقيا، منتخب مصر الكرة المصرية إحنا ملوك أفريقيا. إحنا أكتر دولة خدت بطولة أفريقيا 7 مرات، يعني في الخمسينات 57 59 بطولتين ورا بعض، واحدة منهم أقيمت في القاهرة، وأعتقد الثانية كانت أقيمت في السودان أو إثيوبيا، وبعدين فزنا سنة 57 و59، وبعدين البطولة الثالثة اللي فزنا بيها كانت سنة 86 في القاهرة، وكانت في استاد القاهرة والنهائي الشهير مع الكاميرون، وكسبنا بضربات الترجيح مستر مايكل سميث مدرب المنتخب، كابتن شحتة، كابتن طه بصري الله يرحمه، ومجموعة من اللعيبة الكبار جدا، كابتن محمود الخطيب، كابتن علاء ميهوب، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن شوقي غريب، كابتن حمادة صدقي، كابتن ربيع ياسين، كابتن أشرف قاسم، كابتن مصطفى عبده، يعني كابتن جمال عبد الحميد، كابتن طارق يحيى، كابتن علي شحاتة، كابتن محمد عمر، كابتن ثابت البطل، وكابتن اكرامي، وكابتن عادل مأمور. مجموعه كانت من نجوم الكره المصريه في الوقت ده، وقدروا يكسبوا بطوله كانت صعبه جدا جدا في استاد القاهره سنه 86، وقدرنا نتفوق على المنتخب الكاميروني القوي جدا. منتخب الكاميرون خلي بالكم كان بطل افريقيا سنه 84 و88، وفي نفس الوقت منتخب ده كان قوي جدا. منتخب الكاميرون لما لعب كاس العالم 90 في ايطاليا، وكان بيضم مجموعة روجي ميلا وأمام بيك وتاتاو الظهير الأيمن، ولعيبة جامدة جدا، لكن قدرنا نفوز بيها. البطولة الثانية كانت بعديها ب 12 سنة سنة 98، وكانت بطولة قوية جدا، وكنا مسافرين مع كابتن محمود الجوهري. كابتن محمود الجوهري أنا فاكر تصريحاته ساعتها، قال لك إحنا يعني يا رب ناخد المركز ال 13، وقدرنا نعمل بطولة رائعة جدا بقيادة كابتن محمود الجوهري الله يرحمه، وكان معاه مجموعه من النجوم الكبار جدا، كابتن نادر السيد حارس المرمى، وكابتن عصام الحضري، كان ساعتها بقى كابتن عصام الحضري مش اساسي، كابتن نادر السيد كان هو الاساسي، وكان معاهم اعتقد
الحارس الثالث اعتقد كابتن احمد صابر حارس المقاولين العرب، ومدحت عبد الهادي وسمير كمونه وياسر رضوان وهاني رمزي ومحمد عماره واحمد حسن وحسام حسن وحازم امام وعبد الستار صبري واسامه نبيه وعمرو فهيم. انا فاكر كانت مجموعه جامده جدا، لعيبه جامده جدا، مش عايز اكون كابتن طارق مصطفى، مجموعه جامده جدا ومجموعه من اللاعبين المميزين جدا اللي قدروا يرجعوا بالبطوله من بوركينا فاسو سنه 98، وكانت بطوله مميزه جدا وتفوقنا على منتخب جنوب افريقيا في المباراه النهائيه 2-1. دي كانت البطوله الرابعه لمنتخب مصر سنه 98 مع كابتن محمود الجوري. وبعدين دخلنا في حقبه او يعني زمن كده كان مصر فعلا هي يعني ملكة أفريقيا فعلا، كنا ملوك أفريقيا بقى بالقولا وفعلا بالنتائج وبالأرقام وبالأداء وكل حاجة في الفترة بتاعت 2006 ل 2010، ثلاث بطولات متتالية. كابتن حسن شحاتة النجم الكبير طبعا والمدرب الكبير اللي قدر يعمل إنجاز تاريخي لمصر إن هو يحصل على بطولة أمم أفريقيا ثلاث بطولات متتالية في إنجاز ما تحققش قبل كده بمجموعة من اللعيبة المميزة جدا بقى التلات أجيال، يعني مجموعة جامدة جدا بداية بقى من عصام الحضري، عبد الواحد السيد، عبد الظاهر السقا، إبراهيم سعيد. أنا بتكلم على بطولة 2006 إن الأجيال اختلفت شوية، كل بطولة كان فيها يعني أسماء مختلفة شوية. محمد أبو تريكة، حسن مصطفى، حسني عبد ربه، وأحمد فتحي، محمد عبد الوهاب الله يرحمه، طارق السيد، محمد بركات اللي كان بيلعب البطوله دي ناحيه اليمين كظهير ايمن، احمد حسن في نص الملعب، ابو تريك انا قلت، وخمس مهاجمين كان عندنا ساعتها، خمس مهاجمين في منتخب مصر. كان عندنا حسام حسن، كان عندنا احمد حسام ميدو، كان عندنا عبد الحليم علي، وكان عندنا عمرو زكي وعماد متعب واحمد عيد عبد الملك كان في البطوله دي، وسمير صبري، يعني مجموعه مميزه جدا من اللاعبين، واحمد السيد مدافع الاهلي. البطولة دي كسبناها على أرضنا بضربات الترجيح في 2006 بعد ما كسبنا منتخب الكوديفوار في النهائي بصعوبة بضربات الترجيح وتوجنا بالبطولة الخامسة لمنتخب مصر. نروح بعدها ل 2008 وكانت البطولة الأروع في تاريخ الكرة المصرية، عملنا كرة ما تتعملش، كرة جميلة جدا 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 وأداء مميز جدا ونتائج كبيرة جدا جدا. كسبنا في الافتتاح، انا فاكر بقى البطوله دي ان انا كنت بسافر غانا وبتفرج هناك، كسبنا الكاميرون في الافتتاح 4-2، محمد زيدان بقى وعماد متعب وحسني عبد ربه ومحمد شوقي، كانت فرقه جامده جدا. وبعدين دخل معاهم بقى احمد المحمدي ومحمود فتح الله ووائل جمعه، مجموعه مميزه جدا جدا، وسيد معوض، عملنا بطوله رائعه. وبعدين كسبنا منتخب السودان في المباراه اللي بعديها في المجموعه 3-0، وبعدين اتعادلنا مع زامبيا 1-1 وصعدنا لدور الثمانيه عشان نلعب انجولا، كسبنا انجولا 2-1، وبعدين صعدنا الى الدور قبل النهائي، وكانت المباراه بقى الفارقه والصعبه جدا، كسبنا الكوديفوار في الدور قبل النهائي 4-1. انا فاكر حتى احمد فتحي جاب جون، وعمرو زكي وتريكا او زيدان، عملنا ماتش العمر امام دروجبا بقى ونجوم. كان الجيل بتاع الكوديفوار ده كان اقوى جيل في تاريخ الكوديفوار، كسبناهم 4-1 في الدور قبل النهائي، وصعدنا في 2008 للمباراه النهائيه، وكانت المباراه النهائيه في اكرا في العاصمه اكرا. ماتشات المجموعه والادوار اللي قبل كده كانت في كوماسي، وقدرنا نفوز على الكاميرون 1-0 بهدف زيدان ابو تريكه لما زيدان قطع الكره من سونج، وكسبنا البطوله السادسه لمنتخب مصر في يعني اداء رائع 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 لمنتخب مصر. جينا بقى في 2010 وكنا طالعين من ازمه عدم وصولنا لكاس العالم بعد ما خسرنا تساوينا مع الجزائر في تصفيات كاس العالم في عدد النقاط والاهداف وكل حاجه، ولعبنا مباراه فاصله في السودان خسرنا 1-0. بطوله امم افريقيا 2010 بعديها على طول كان بعد ماتش مصر والجزائر بشهرين بطوله افريقيا في انجولا، وقدرنا برضو بقياده الكابتن حسن شحاته، وبرضو لازم اقول الجهاز الفني، كابتن شوقي غريب، كابتن حماده صدقي، كابتن احمد سليمان، كابتن سمير عادلي، دكتور احمد ماجد، دكتور حسام الابراشي، كابتن حسنين حمزه الله يرحمه، وكابتن هشام، المدلكين منتخب مصر وكل الطاقم، كابتن كمال عبد الواحد مدرب اللياقه البدنيه. يعني الجهاز اللي كان موجود من 2006 حتى 2011 كان جهاز رائع جدا بقياده المعلم حسن شحاته، ومجموعه برضو مميزه جدا من اللاعبين. يعني معظم اللعيبه اللي لعبت في 2008 كانت موجوده، بس دخل معاهم بقى هاني سعيد في نص الملعب، كان ليبرو في نص الملعب، وكان من اللعيبه دخل احمد المحمدي والسيد حمدي واحمد رؤوف
وكانت وشيكابالا كان موجود في 2010، جده طبعا نجم افريقيا ساعتها وهداف البطوله، وقدرنا نكسب بطوله انا فاكرها برضو. كان اول ماتش نيجيريا كسبناهم 3-1 في مباراه الافتتاح في المجموعه، وبعدين لعبنا موزمبيق كسبنا موزمبيق اعتقد 2-0، وبعدين لعبنا بنين كسبنا بنين برضو في المجموعه، وصعدنا لدور الثمانيه، وكان ماتش صعب جدا 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 في دور الثمانيه امام الكاميرون كنا احنا على طول بنكسبهم، وكانوا متغاظين مننا جدا. انا كنت في الملعب بقى في بلد اسمها بنجيلا في انجولا، وكانوا صامويل ايتو ورفاقه متغاظين جدا من منتخب مصر، بنكسبهم في كل البطولات، حتى خرجناهم من كاس العالم 2006 تصفيات كاس العالم لما تعادلنا معاهم هناك في الكاميرون 1-1، فكانوا عايزين ينتقموا من منتخب مصر، وكانت فعلا مباراه صعبه جدا، ولكن لعبنا تعادلنا 1-1 ولعبنا اكسترا تايم، قدر جده يسجل الهدف للتاني لمنتخب مصر في الوقت الاضافي، وبعدين كابتن احمد حسن يسجل الهدف الثالث، رغم ان الكره ما كانتش عدت الخط، كان فاول خبطت في العارضه وردت في الملعب، لكن حكم المباراه سبحان الله شافها اللي هي دخلت، والمساعد، وكسبنا الكاميرون 3-1 وصعدنا للدور قبل النهائي. وبعدين لعبنا بقى المباراه التاريخيه امام منتخب الجزائر في الدور قبل النهائي في 2010 في انجولا في بلد اسمها بنجيلا، قعدت في بنجيلا دي شهر، كسبنا الجزائر 4-0 بعد اداء رائع جدا، وكان محمد عبد الشافي كمان لاعب الزمالك موجود في المنتخب وسجل هدف من الاهداف طبعا الاربعه اللي احنا كسبناهم. وبعدين وصلنا للمباراه النهائيه وقدرنا نفوز بقى على منتخب غانا الصعب جدا جدا جدا، اندريا ايو، جوردن ايو، اسيماجيان، منتخب غانا في قمه مجده في 2010، كسبنا غانا في النهائي 1-0 وتوجنا بالبطوله السابعه. على مدار ال 13 14 سنه اللي فاتوا وصلنا لنهائي بطوله امم افريقيا مرتين، مره في 2017 مع مستر كوبر وخسرنا في النهائي من الكاميرون 2-1، ومره البطوله اللي فاتت اللي هي كانت 2021 وخسرنا امام السنغال بضربات الترجيح مع مستر كيروش. ده تاريخ مصر في بطوله امم افريقيا، تاريخ كبير جدا جدا، نتمنى يا رب تكون البطوله دي البطوله الثامنه لمنتخب مصر باذن الله بقياده مستر فيتوريا وبقياده محمد صلاح ورفاقه، وان شاء الله ان شاء الله نعمل حاجه كويسه جدا في البطوله. نروح نتابع اخبار منتخب مصر ونرجع تاني مع بعض. Egypt once again are the kings of Africa. المصريين يمرون من هنا. افرح انت افريقي، افرح انت عربي. مبروك لمصر. يا رب يا رب التوفيق لمنتخب مصر بإذن الله في بطولة أمم أفريقيا. نروح الكوتيفوار ونطمن على منتخبنا الوطني مع الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس بعثة منتخب مصر في ساحل العاج قبل مباراة بكرة، بالنسبة لنا مباراة الافتتاح بكرة أمام منتخب موزمبيق. باشمهندس خالد ازاي حضرتك؟ أهلا كابتن كريم، ازاي حضرتك حبيبي؟ الله يخليك، كل سنة وحضرتك طيب، ويعني كل مصر بتدعي لكم وان شاء الله بالتوفيق ونرجع بالبطوله الثامنه، ودايما وشك حلو على المنتخب. يا رب ان شاء الله، احنا املنا كبير ان شاء الله نرجع بالكاس ونسعد كل مصر باذن الله. يا رب ان شاء الله. يعني طمنا كده قبل 24 ساعه من مباراه مصر وموزمبيق، المباراه الافتتاحيه بالنسبه لنا، اخبار المنتخب، الاستعدادات لمباراه بكره. والله كل شيء الحمد لله ماشي كويس، يعني اللعيبه عملوا
النهارده ثالث تمرين ليهم. ايوه الاقامه كويسه، الاستعدادات كلها كويسه، الترتيبات على اعلى مستوى يعني من ناحيه الجانب الاداري بتاعنا كمان مع الترتيب بتاع الاتحاد الافريقي. ايوه فالجو كويس الحمد لله، يعني كل شيء ماشي على ما يرام يعني. طب الحمد لله. انا سمعت انتوا رحتوا زرتوا الملعب وشفنا فيديوهات كده اثناء وجودكم في ملعب اللي هنلعب عليه المباراه، هل كان في تحفظات او ملاحظات من بعثه مصر على الملعب المباراه؟ لا، هو الملعب كان الحشيش ناشف شويه يعني، مش انما الملعب كويس، انما يعني شويه ميه كده يعني، ده كان تعيق حتى الجهاز الفني كله. انما حاجه يعني الملعب كويس وقريب من الفيلا بتاعنا على طول، واستاد كويس. يعني النجيله بتترش كده كده يعني قبل الماتشات يعني بيرشوا. ما هي بس يعني كان ده تعليق خفيف يعني. ايوه مش حاجه جامده يعني. انما حتى ملعب التمرين ملعب كويس قوي. طب كويس. يعني الحمد لله ان الجو كويس، ما فيش الرطوبه العاليه المعتاده بتاعتهم. طب كويس. درجه الحراره معقوله جدا. ما فيش المطر. نتمنى بقى بكره يكون ان شاء الله نفس الحكايه، اللي انت عارف اول ماتش ده بيبقى له عامل جامد جدا. ايوه قوه دفع يعني لبقيه الدوره ان شاء الله. ان شاء الله. اللعيبه مستعده كده والكل جاهز ولا في اي اصابات ولا حاجه؟ سامعين ان حجازي كده في حاجه يعني اصابه بسيطه. لا مش قوي يعني، بس اقصد احنا الاساس كل الفرقه الحمد لله يعني الحاله كويسه باذن الله، يعني كله يكون جاهز. حجازي سليم يعني كله تمام ولا في حاجه؟ سليم. لا سليم سليم. لا سليم. طب الحمد لله. طيب بالنسبه الحمد لله كله تمام يعني. بالنسبه للجماهير المصريه، الجاليه المصريه او الجاليه العربيه اللي موجوده في ساحل العاج، يعني عندنا عدد هيحضر المباراه ولا مش قوي؟ لا في عدد، والسفاره الحقيقه قايمين بدورهم يعني تدبير التذاكر ليهم والتنسيق مع الجانب الاداري عندنا والاتحاد الافريقي، بحيث ان احنا بيقولوا في المفروض في 1000 مصري هنا. ايوه فعلى الاقل يعني ان شاء الله لو جه 500 منهم 600 كويسين. انت عارف المصريين يعني بيقوموا بام كل واحد يضرب 10 يعني. طبعا طبعا. الملعب المباراه قريب من محل الاقامه او من الفندق؟ الصف الثاني على طول يعني، مش تعدوا الشارع يعني. يعني اسهل نروح نمشي. طيب حضرتك شايف التنظيم ازاي واجواء البطوله؟ والنهارده مباراه الافتتاح شغاله، ساحل العاج بتلعب امام غينيا بيساو، يعني تقول لي كده الاجواء عندكم في كوديفوار واهتمام الكوديفوار والتنظيم وكل حاجه تخص البطوله وتخصنا احنا كمنتخب مصر. والله بص انا عايز اقول لك حاجه، هو التنظيم كويس، الاستادات كويسه. انما عايز اقول لك يعني برضه مفيش زي مصر يعني. طبعا اكيد يعني. يعني بجد مش بتقولها، لا طبعا. احنا دلوقتي اصبح عندنا بنيه تحتيه عاليه جدا، فاحنا النهارده وقفنا يجي ساعه ونص عشان نعدي بس ندخل الاستاد اللي فيه مباراه الافتتاحيه. زحمه ومفيش تنظيم زي يعني برضه مصر يعني، ليها وضع ثاني. ايوه يعني ان شاء الله بالتوفيق كده بكره باذن الله، ويبقى يعني نتيجه كويسه كده بالنسبه لنا، وان شاء الله تبقى بدايه مميزه لمنتخب مصر. تحب تقول ايه لجمهور مصر يا باشمهندس خالد قبل مباراه بكره؟ والله احنا بنقول يعني احنا داخلين يعني طبعا بنطمن الناس ان احنا عاملين استعداداتنا وكل الحاجه يعني الواجب بتاعنا كلعيبه وكجهاز اداري كاتحاد كوره كل حاجه اتعملت. احنا ينقصنا بقى التوفيق من عند ربنا ان شاء الله، والروح الحلوه موجوده والعزيمه موجوده والتناغم موجود بين اللعيبه. بس طبعا عايز اقول لك احنا برضو يعني احنا بطوله قويه فيها كل المنتخبات قويه، 24 منتخب قوي. كل المنتخبات داخله تنافس، فان شاء الله احنا ما بنقولش كده حاجه، لا احنا ان شاء الله هنعمل نتيجه كويسه وهنجيب يعني نامل نجيب الكاس باذن الله وكل حاجه. بس مش بالسهل طبعا، الدنيا صعبه. بص يا باشمهندس يعني خالد، مفيش حاجه اسمها ايه احنا ضامنين ناخد كاس ولا حاجه، احنا هنعمل اللي علينا والتوفيق بتاع ربنا. المهم نعمل اللي علينا، للكره يعني ما فيهاش مقاييس. الناس كلها عامله لنا حساب. طبعا طبعا عاملين، عارفين ثقه مصر، عارفين قوه منتخب مصر، وعارفين ان في نجم كبير بيقود هذا المنتخب.
فريق جامد، مدير فني قوي، كل ده بيساعدنا ان شاء الله ان احنا ندي ثقه لعيبتنا ويبقى قوه دفع الاول مباراه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعني قول لي بقى الناس بتتعامل ازاي مع محمد صلاح هناك في الكوديفوار؟ لا، محمد صلاح ده شخصيه جميله جدا 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 يعني، والحقيقه يعني يتمتع بحب الناس. يعني مش عايز اقول لك اللعيبه بيتعاملوا ازاي، اللعيبه مقدراه ازاي، الجهاز الاداري والفني كله بيقدروه ازاي، هو طريقته في التعامل راجل في منتهى الاحترام والتواضع. عايز اقول لك البلد مقلوبه هنا في ابيجان عشانه يعني. مش محمد صلاح. الاف يقفوا بصوره على الطريق ويحيوه، يعني حاجه مفخره لمصر الحقيقه يعني. اكيد. مفخره بجد يعني، عايز اقول لك احنا بنبقى سعداء وشايفين كده، والراجل في منتهى التواضع بيحيي الناس وكده. يعني شخصية جميلة جدا يعني. أكيد. سلامنا لكل اللعيبة وللجهاز الفني والبعثة المنتخب، ودعواتنا ليكم إن شاء الله بكرة، وأنا عارف وواثق إن أنتم هتفرحونا بكرة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة يعني دفعة كده لبقية الدورة بإذن الله. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا طبعا مهندس خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب في الكوديفوار. احنا عندنا بكره ان شاء الله ماتش مصر وموزمبيق الساعه 7. خلينا نشوف كده جدول الماتشات بالنسبه لبكره. ان شاء الله عندنا 3 ماتشات بكره، في مباراه هتبقى متبقيه من المجموعه الاولى، نيجيريا وغينيا الاستوائيه، دي فرقتين من المجموعه الاولى، ان مباراه الافتتاح بتتلعب دلوقتي، ويعني كان من شويه كوديفوار كسبانه غينيا بيساوي 1-0 عن طريق سيكو فوفانا. فبكره الساعه 4 نيجيريا وغينيا الاستوائيه من المجموعه الاولى، وبعدين الساعه 7 مباراة مصر وموزمبيق المجموعة الثانية، وبعدين بعدين الساعة 10 مباراة غانا والرأس الأخضر، برضو المنتخبين اللي معانا في المجموعة الثانية. لسه بيقولوا لي دلوقتي هو ساحل العاج كمان أحرزت الهدف الثاني، وأصبحت ساحل العاج متقدمة على غينيا بيساو 2-0. منتخب مصر بكرة هيرتدي التيشيرت الأساسي، التيشيرت الأحمر. بكرة النهاردة طبعا اتعمل الاجتماع الفني، منتخب مصر بكرة هيلبس الطقم بتاعنا، التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود اللي هو لون علم مصر، ومنتخب موزمبيق هيلبس الطقم الأصفر بالكامل. هما بيلبسوا هيلبسوا أصفر في أصفر في أصفر، فإحنا نلعب الأحمر أبيض أسود، هما هيلبسوا الأصفر. النهاردة كان في المؤتمرات الصحفية طبعا قبل المباراة، مستر فيتوريا مدير الفني لمنتخب مصر ومدرب موزمبيق، وكان مصطفى محمد النهارده متواجد في المؤتمر الصحفي مع مستر فيتوريا. خلينا نروح كده نشوف ونتابع مع بعض، وانا اقول لكم يعني تصريحات مستر فيتوريا كمان النهارده، اللي كان بيقول ان احنا مهمتنا اعاده الكاس الى مصر، ولا اؤمن بالفرق اللي بتعتمد على الفرديه. قال لك انا ما بعتمدش على الفرق اللي بتعتمد على لعيب او اتنين، بيشتغل بشغل جماعي، بيعتمد على الشغل الجماعي للفريق. وقال كمان من يصل الى المرحله النهائيه يتمتع بالجوده، موزمبيق فريق جيد وانا اعلم ذلك، واشتغل هو مع بعض اللاعبين. خلي بالكم ان دوله موزمبيق ناطقه باللغه البرتغاليه، فهو مسك فرق كان فيها لعيبه من موزمبيق. وقال كمان لازم نكون منتخب مصر يحترم منتخب موزمبيق، ولازم نبقى متواضعين، ولازم بنلعب على المكسب، سواء فريق قوي او فريق اقل من المتوسط، لازم يعني نكون منظمين وبنحترمه بشكل مميز جدا. وقال تنظيم البطولة حتى الآن جيد جدا، نحن بحاجة إلى الانتشار وإظهار جودة كرة القدم الأفريقية، أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام، وأن نتفرج على ماتشات مثيرة في البطولة. قال أنا كمان منتخب مصر عندي لعيبة كبيرة في منتخب مصر زي محمد صلاح، واللعيبة جاهزة كلها للمشاركة، وفي منافسة كبيرة جدا ما بين اللاعبين. وقال كمان ان احنا في كل الخطوط عندنا لعيبه مميزه جدا جدا جدا. دي تصريحات فيتوريا النهارده في المؤتمر الصحفي. محمد مصطفى محمد اتكلم برضو النهارده في المؤتمر، وقال محمد صلاح قائد بمعنى الكلمه، وتاريخنا يرد على تصريحات اناحي. اناحي اللي هو لاعب المنتخب المغربي كان طلع وانتقد منتخب مصر، مش عارف ايه يعني ايه اللي خلى اناحي اللاعب المغربي. طبعا احنا بنحترم المنتخب المغربي، وكنا بنشجع المنتخب المغربي في كاس العالم، منتخب جميل وكلنا بنحب الشعب المغربي والمنتخب المغربي، لكن اناحي فاجئنا بتصريحات غريبه شويه، وقلل من انتصارات مصر، واتكلم بشكل مش حلو على منتخب مصر. فمصطفى محمد راح يعني النهارده ورد على اناحي، وقال ان احنا مركزين ومنتخب مصر هيظهر بشكل كويس، وان البدايات مهمه جدا،
وقال كمان عدلنا بعض الاخطاء اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت، تحسننا كتير مع مستر فيتوريا وبنشتغل على نفسنا بشكل كويس جدا. وقال كمان المدرب بيتعامل مع كل مباراه بشكل منفصل، وان مستر فيتوريا اتكلم معاهم وقال لهم احنا هناخد البطوله خطوه خطوه، مش هنبص لقدام، نبص في المباراه اللي احنا هنلعبها. وقال كمان ان الكره اتطورت جدا في العالم وفي قاره افريقيا، ما بقاش في حاجه اسمها ماتش سهل. وقال كمان ان احنا يعني في اخر تصريحاته هنرد على اناحي، فان تاريخنا وارقامنا بتقول ان احنا اكتر دوله فزنا بالبطوله 7 مرات، وان شاء الله هنحققها للمره الثامنه. و وبيقول مصطفى محمد بيقول له يعني لو انت شايف الكلام اللي انت قلته ده هو اللي بيجيب الانتقادات اللي هو قالها على منتخب مصر، ده اللي بيجيب الانتصارات، فحاول تعمل الحاجات اللي انت قلتها على منتخب مصر، ممكن تكسب وممكن تفوز بالالقاب. يعني دي كانت تصريحات مصطفى محمد في المؤتمر الصحفي. مدرب بقى موزمبيق كوندي، اسمه شيكينيو كوندي، ده مدرب منتخب موزمبيق، بيشكو من ايقاف لاعبه امام منتخب مصر. عنده لاعب شاب اسمه كاتامو، جيني كاتامو، هيغيب عن مواجهه منتخب مصر، وبيقول ان هو يعني الكاف محتاج ان هو يعدل بعض القوانين وبعض اللوائح، ما ينفعش لعيب في التصفيات يتوقف في البطوله. وبيقول ان هو يعني مدرب موزمبيق يتمنى ان عشان اللعيب خد بطاقتين صفر في الانذارين يعني في التصفيات، ان هو يتوقف في النهائيات، وبالتالي هيغيب عن مباراه بكره امام مصر. بيقول كنت اتمنى نلعب المباراه في ظروف افضل. بيقول عنده 4 لاعبين في مراكز مختلفه هيغيبوا عن الفريق، ولكن احنا بنجهز الفريق كله، بنجهز اللعيبه اللي هي مش موجوده بكره عشان الماتشات اللي بعد كده. ويعني الراجل اتكلم كويس جدا عن روي فيتوريا، وقال انا بشكر روي فيتوريا على كلامه الجميل على منتخب موزمبيق، وان هو روي فيتوريا مدرب رائع، وانا يعني مدرب موزمبيق بيقول ان هو يعرف فيتوريا من خلال تاريخه وعمله ونجاحاته في بنفيكا البرتغالي، وعنده مسيره وسي في كبير جدا. كمان قال مدرب موزمبيق كوندي، قال ان منتخب مصر اقوى مننا، وده الواقع، واحنا عارفين ان في منتخبات كبيره جدا في قاره افريقيا، منتخب مصر منهم. ولكن بيقول ان هو في بعض اللعيبه كمان بتلعب في البطولات الاوروبيه اعتذرت عن المشاركه مع منتخب موزمبيق، وده هيأثر كتير على منتخب موزمبيق. احمد لا ده لاعب منتخب نيجيريا. طيب ده بالنسبه لمنتخب موزمبيق، ودي كانت تصريحات شيكينيو كوندي المدير الفني لمنتخب موزمبيق. زي ما انتم شايفين دي برضه تدريبات منتخب موزمبيق النهارده استعدادا لمباراه منتخب مصر بكره. ان شاء الله خلينا نتكلم كده شويه بقى في التشكيل المتوقع لمنتخب مصر. يمكن النهارده جات لنا معلومه كده ان احمد حجازي تعبان شويه، رغم ان هو اتمرن النهارده مع منتخب مصر، ويعني التشكيل زي ما قلت لكم قبل كده مش هيخرج عن اللعيبه اللي بيلعب بيها مستر فيتوريا. مستر فيتوريا مش المدربين اللي بيغير كتير في التشكيل. عندنا محمد الشناوي في حراسه المرمى، عندنا محمد هاني، محمد حمدي ناحيه الشمال، عبد المنعم وحجازي. لو حجازي سليم 100%، لو حجازي مش سليم ممكن يلعب بعلي جبر، ان هو دايما حاطط علي جبر بعد محمد عبد المنعم وحجازي. في نص الملعب عنده النني وعنده حمدي فتحي من وجهه نظري، وعنده امام عاشور او زيزو، ده اللي ممكن يلعب بيه بكره. طبعا مروان عطيه كمان من اللعيبه المميزه جدا في منتخب مصر، ولكن انا رايي ان هو لازم يلعب بكره باتنين بيهاجموا. يعني انا من لو انا من مستر فيتوريا بكره العب بالنني ديفندر، والعب بقدامه زيزو وامام عاشور. بس هو مش هيعمل كده، هو هيحط حمدي فتحي والنني وزيزو او امام عاشور، واعتقد ان زيزو هو الاساسي عن امام عاشور بالنسبه لراي مستر فيتوريا. الثلاثه اللي قدام ما فيهمش خلاف، محمد صلاح، مصطفى محمد، وتريزيجيه. عندنا بقى لعيبه مميزه جدا على دكه البدلاء. لو اتكلمنا على حراسه المرمى عندنا 3 حراس مميزين جدا، عندنا احمد الشناوي، بس الشناوي اعتقد لسه لسه مش جاهز 100% بعد الاصابه اللي كان حصلت له مع بيراميدز. في محمد صبحي، في محمد ابو جبل، عندنا ناحيه الشمال فتوح، يعني بتكلم على البودلة بقى اللي هم يقدروا ينزلوا يعملوا الفارق. عندنا ناحيه اليمين عمر كمال عبد الواحد، عندنا في قلب الدفاع في احمد سامي، وفي علي جبر، وفي حجازي، وفي عبد المنعم،
مجموعه كبيره من اللاعبين المميزين جدا في قلب الدفاع، في نص الملعب، وفي طبعا ياسر ابراهيم اللي انضم لمنتخب مصر في اللحظات الاخيره. بس مش عارف لسه، انا بالنسبه لي تصنيف فيتوريا لياسر ابراهيم، يعني هل حطه رقم 3 رقم 4؟ خلينا نشوف. هو طبعا ما اختاروش في القايمه اللي اختارها في الاول، هو جابه بعد اصابه اسامه جلال، فخلينا نشوف كده يعني مع الماتشات هيبان. طبعا عندنا في نص الملعب مجموعه كبيره جدا، النني ومحمود حماده ومروان عطيه وحمدي فتحي ومهند لاشين وزيزو وامام عاشور، مجموعه كبيره جدا في نص الملعب، ده نص ملعب قوي، وعندنا البودله كمان بنفس مستوى اللعيبه الاساسيين. في الخط الهجومي عندنا اللعيبه الاساسيه طبعا صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه، وتلاقي مرموش جوكر يشتغل، ممكن يشتغل فروت صريح زي ما بيلعب في انتراخت فرانكفورت، يشتغل جناح ناحيه الشمال مكان تريزيجيه، عندنا كهربا، عندنا احمد حسن كوكا، عندنا مصطفى فتحي. انا حفظت خلاص اللعيبه من المراكز بقى، خلاص مستر فيتوريا عامل حاجه كويسه جدا، عندنا في كل مركز 2 و3 مميزين جدا جدا جدا، وعندنا لعيبه في الفرقه في المنتخب جوكر تقدر تستخدمهم في اكتر من مركز، ودي حاجه كويسه جدا طبعا بالنسبه لمنتخبنا الوطني. طيب يعني ده بالنسبه لي التشكيل المتوقع اللي انا قلته، ده تدريب منتخب مصر النهارده. طبعا الكل جاهز اهو زي ما انتم شايفين، كهربا اهو في الصوره قدامي، محمد عبد المنعم، واللعيبه اهو كلهم موجودين وان شاء الله جاهزين كلهم. عايز بس اطمن على حجازي، المهندس خالد الدرندلي قال لي حجازي كويس ما فيهوش اي مشكله، ان شاء الله هيشارك في المباراه بكره. طبعا انتوا عارفين احنا معانا 27 لعيب في المنتخب في القايمه بتاعه البطوله، بس المسموح في كل مباراه 23، فهيبقى في 4 لعيبه بكره خارج القايمه، لكن كل مباراة مسموح 23 لعيب فقط. يعني بكرة في ماتش بكرة هيخش 23 لعيب من ال 27. حجازي هو انا شايفه في الصورة اهو، تمام الحمد لله، يعني الامور كويسة بالنسبة لمنتخب مصر. طيب دي يعني بالنسبة لنا كده. خليني اقول لكم برضو جده محمد ناجي، جده لعبنا المصري وهداف امم افريقيا في 2010، الموزمبيق كانت معانا في 2010 وكسبنا البطوله، يعني قال لك ان فال خير، جده قال ان فال خير ان معانا موزمبيق في المجموعه، وساعتها لما كانت معانا في 2010 كسبنا البطوله، فجده برضه بيتمنى ان تكون دي البطوله الثامنه بالنسبه لمنتخب مصر. قفشه محمد مجدي قفشه طبعا مش موجود في المنتخب، قال لك مش مكتوب ليا ان انا اكون موجود في البطوله دي، لكن كل الدعم للعيبه منتخب مصر في بطوله افريقيا، دي الروح الحلوه بقى. يعني شوفوا قفشه ده لعيب كبير ولعيب مميز، وانا دايما بحب طريقه لعب قفشه واتمنى دايما ان هو يكون موجود في المنتخب، لكن الراجل يعني يتمنى التوفيق لزملائه رغم عدم وجوده، ودي روح حلوه جدا. يعني انا بتبسط جدا ان قفشه كمان غير ان هو لعيب مميز ولعيب كبير، شخصيه مميزه جدا جدا. خليني اقول لكم بعض التصريحات كده او الاخبار من برضو من بطوله افريقيا قبل بقى ما ننتقل الى المواضيع المحليه هنا عندنا في مصر. احمد موسى لاعب منتخب نيجيريا قال حلمي الكبير ان انا اتوج بامم افريقيا كقائد لنيجيريا، وقرار مشاركتي في البطوله في ايد المدرب اندريا ايو. ده احمد موسى طبعا كابتن منتخب نيجيريا، وطبعا سنه كبر بس هو مش كبير قوي، ده 31 سنه يعني. قال لك انا يعني نفسي اتوج بالبطوله وانا كابتن منتخب نيجيريا، وقرار مشاركتي في ايد مدرب الفريق. طبعا انتوا عارفين اللي ماسكهم بيسيرو، جوزيه بيسيرو المدرب البرتغالي اللي كان ماسك الاهلي هنا قبل كده. أندريا أيو بقى نجم منتخب غانا قال نريد التتويج بكأس أفريقيا في الكوديفوار. برضو أندريا أيو برضو من اللعيبة الكبيرة في السن في منتخب غانا ومعانا في المجموعة. أندريا أيو أنا فاكره لما لعب ضدنا في 2010، بصوا من كام سنة، من 14 سنة، سنة 2010، وقال أنا جيت كقائد لمنتخب غانا ونفسي أتوج وفوز ببطولة أمم أفريقيا. مدرب غانا كمان كريس هيوتن مدير الفني الايرلندي المنتخب غانا قال نقيم حاله محمد قدوس قبل مباراه الراس الاخضر. خلي بالكم بكره غانا هتلعب مع الراس الاخضر، وكان محمد قدوس نجم المنتخب الغاني، عنده اصابه بسيطه كده فبيحاولوا يعني يعالجوه ويبقى موجود عشان يلعب
للمباراة الأولى بكرة أمام الرأس الأخضر في المجموعة الثانية طبعا اللي هي مجموعة منتخب مصر. الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برضو طلع بيان رسمي النهاردة وقال إن فينسنت أبو بكر بيحاول التعافي للحاق ببطولة أمم أفريقيا. فينسنت أبو بكر هداف منتخب الكاميرون عنده إصابة وبيحاول يخف بسرعة عشان يلحق المباراة. طيب ده بالنسبة لبطولة أفريقيا، مباراة ساحل العاج وغينيا بيساو مباراة الافتتاحية كان من 5 دقايق كده 2-0 لصالح منتخب ساحل العاج، وانتوا عارفين الماتشات بتتلعب في بطولة أفريقيا الساعة 7 والساعة 10، فمباراة الساعة 10 دي بتخلص الساعة 12، فلسه النتيجة النهائية لمباراة ساحل العاج وغينيا بيساو ما انتهتش. طيب نروح بقى لأخبارنا المحلية، وكنا اتكلمنا في موضوع عمر كمال عبد الواحد كتير جدا، يمكن احنا هنا كمان انفرضنا من شهر 11 يعني من شهرين ونص انا طلعت هنا قلت عمر كمال عبد الواحد اهلاوي على مسؤوليتي الشخصيه، عمر كمال عبد الواحد هيروح الاهلي، هجيب لكم الفيديو دلوقتي كمان شويه. وفعلا الفتره اللي فاتت كان كل الكلام كانت مساله وقت بس، اداره فيوتشر بتتفق مع اداره الاهلي، كان العائق الوحيد في الصفقه مين هيروح من النادي الاهلي مكان عمر كمال عبد الواحد. ليه؟ عشان هي صفقه تبادليه، الاهلي كان واخد قرار ان هو مش هيدفع فلوس، هيعمل صفقه تبادليه، هيدي فيوتشر لعيبه وياخد عمر كمال عبد الواحد، وكان الاتفاق كده ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، وفعلا تمت الصفقه. في الاول قالوا خالد عبد الفتاح هيروح، صلاح محسن، مش عارف كريم نيدفيد، ولكن كولر رفض القصه دي وقال لك لا متمسك بنيدفيد ومتمسك بخالد عبد الفتاح. صلاح محسن رفض انه يروح فيوتشر وقال لك لو الاهلي عايز يمشيني يمشيني بيع وشراء، ما يودينيش اعاره، مش هلعب اعاره. وفعلا بعد كل الكلام ده لسه الاسبوع اللي فات احنا حتى قلت لكم في 3 لعيبه صغيرين هيروحوا الى نادي فيوتشر، وانتهت القصه على عبد الرحمن رشدان المدافع من النادي الاهلي، برضه ولد شاب ولعيب كويس جدا هينتقل الى فيوتشر، معاه كاباكا احمد خالد كاباكا برضه احد اللعيبه المميزه جدا من النادي الاهلي، والثالث زعلوك، زعلوك اللي هو المهاجم الشاب للنادي الاهلي مواليد 2005، النادي الاهلي الفتره فاتت كان بيعده عشان يبقى مستقبل الهجوم في النادي الاهلي. فالثلاثه دول كاباكا وزعلوك ورشدان هيروحوا فيوتشر مكان عمر كمال عبد الواحد اللي انتقل خلاص رسميا الى النادي الاهلي، هيرجع من المنتخب من الكوديفوار هيكون موجود في النادي الاهلي. تعالوا نشوف انا قلت ايه في شهر 11 اللي فات، لسه ليه يا جماعه احنا متفقين. طيب خلينا يعني بيجهزوا الفيديو موضوع عمر كمال عبد الواحد وهنشوف احنا قلنا ايه، بس عقبال ما يجهز الفيديو. الاهلي بيواصل تدريباته في ملعبه في ملعب مختار التتش، وبدء تاهيل وسام ابو علي، وسام ابو علي اللاعب الجديد اللاعب الفلسطيني الجديد اللي انتقل للنادي الاهلي بيتم تجهيزه بقى واعداده للفتره القادمه. النهارده هو مستر كولر مع لعيبه النادي الاهلي، تدريبات بقى الصباحيه في النادي الاهلي. طبعا الاهلي بيستعد بقى لعوده الدوري، ده محمد شريف نجم النادي الاهلي طبعا اللي بيلعب في نادي الخليج السعودي رايح يسلم على زملائه في الاهلي. ومعانا احنا على فكره لقاء مع محمد شريف هناخده بعد شويه، انا على لقاء مده يعني حوار كده ولقاء مع محمد شريف مدته 17 دقيقه بعد شويه كده هنزعه لكم. دي تدريبات الاهلي النهارده، وزي ما قلت لكم بقى الاهلي هيستغل توقف الدوري الشهر ده عشان يعد اللاعبين، والاهلي اعتذر طبعا عن المشاركه في بطوله كاس الرابطه عشان عنده لعيبه كتيره دوليه في المنتخب الاول ولعيبه كتير دوليه في المنتخب الاولمبي، وعنده اصابات وعنده اجهاد من المشاركات في البطولات المختلفه الفتره اللي فاتت، فخدوا قرار في النادي الاهلي هم يعتذروا عن مشاركه في بطوله الرابطه، ويبقى الشهر ده زي اعداد كده لعيبه النادي الاهلي خلال الفتره القادمه استعدادا بقى لاستئناف الدوري واستئناف دوري ابطال افريقيا بعد انتهاء امم افريقيا، وايضا بطوله كاس مصر ان الاهلي والزمالك هيلعبوا النهائي في شهر مارس في بطوله كاس مصر. الاهلي دلوقتي بعد موضوع وسام ابو علي وصفقه وسام ابو علي وصفقه عمر كمال عبد الواحد بيفكر يضم مدافع، عايز يجيب مدافع مساك يلعب في قلب الدفاع، لان المركز ده دايما بيبقى فيه غيابات في الاهلي، في اصابات، في ايقافات، فمستر كولر عايز يعني يعمل اضافه كمان في المركز ده في شهر يناير، هو هتبقى دي الصفقه الوحيده، يعني دي هتبقى الصفقه الوحيده المتبقيه للنادي الاهلي بعد وسام ابو علي وبعد عمر كمال عبد الواحد،
فبيفكر في مدافع. كان في تفكير على احمد رمضان بيكم مدافع سيراميكا، هو احد ابناء النادي الاهلي طبعا، ولكن دلوقتي التفكير في اتنين لعيبه، محمد اسماعيل حامد. محمد اسماعيل حامد ده مدافع نادي زد، النادي الاهلي بيفكر فيه، وبرده في لعيب تاني اسمه مصطفى العش. مصطفى العش ده اللي كان في غزل المحله وبرده انتقل لنادي زد الموسم ده وموجود في نادي زد، ففي تفكير ولسه في مفاضله بيشوفوا. وفي كمان لعيب ثالث اللي هو ياسر حمد الفلسطيني اللي انا كنت قلت لكم عليه من يومين، كان بيلعب في النادي المصري برضه ياسر حمد، ودلوقتي محترف في الدوري الهندي. وخلي بالكم منتخب فلسطين دلوقتي او في الفتره الحاليه دي بيلعب بطوله امم اسيا في دوله قطر. طبعا بطوله امم اسيا اشتغلت في دوله قطر، فمنتخب فلسطين متواجد طبعا، وبنشجعه بقى باذن الله منتخب فلسطين طبعا بنشجعهم في بطوله اسيا ان شاء الله يعملوا نتائج كويسه. فبقول لكم الاهلي بيفكر في محمد اسماعيل حامد وفي مصطفى العش، وفي برضه يعني اختيارات النادي الاهلي بيفكر فيها طبعا، بس طبعا مش هيقدر يجيب لعيبه اجانب في المركز ده، فبيبص للعيبه المصريين المميزين اللي موجودين في الانديه في الدوري المصري. طيب عايز اقول لكم كمان عن في نادي زد النهارده انتقل اتنين لعيبه من فاركو، احمد الصغيري وعبد الله بكري. عبد الله بكري المدافع اللي كان بيلعب في بيراميدز قبل كده وبقاله سنتين في فاركو، عبد الله بكري النهارده انتقل لنادي زد من فاركو الى زد. وبرده احمد الصغيري لاعب الوسط المهاجم برده انتقل من فاركو الى زد. زد بيدعم صفوفه في الفتره الحاليه. عايز اقول لكم كمان خبر كده عرفته بقى من الكواليس، بدا النادي الاهلي يتكلم على مصطفى زيكو مهاجم نادي زد. مصطفى زيكو كان لاعب حرس الحدود السنة اللي فاتت وتألق مع حرس الحدود، والسنة دي متألق مع زد في الدوري، وبدأ النادي الأهلي كده إيه يجس نبض علشان السنة الجاية، مش هيجيبه دلوقتي، السنة الجاية يضم زيكو. مصطفى زيكو لاعب فريق زد، هو لعيب من اللعيبة المميزة ومن هدافين الدوري في الفترة الحالية، وظهر بشكل كويس جدا مع الحرس السنة اللي فاتت، وظهر كمان السنة دي بشكل كويس جدا مع زد. مخرجنا احمد سعيد اهو جايب لنا ده مصطفى زيكو طبعا لاعب زد برضه اصبح في اهتمامات النادي الاهلي، ولكن مش الموسم ده، الموسم القادم. النادي الاهلي بيبص برضه على اللعيبه الصغيره في السن اللي تقدر تشتغل معاه فتره طويله وتكون كمان ظاهره ومتالقه في الدوري المصري. طيب الاهلي بيتعاقد مع اللاعب الامريكي جاريت. جاريت ده بيلعب في فولي بول فريق الكره الطائره. النادي الاهلي تعاقد مع جاريت مواجو توتيا، ده لعيب جديد في النادي الاهلي امريكي، وقع على عقود انضمامه لفريق الكره الطائره في النادي الاهلي. خلي بالكم النادي الاهلي بقاله سنتين فريق الرجال بيخسر الدوري وبيخسر الكاس، فالنادي الاهلي بيدعم عشان يقوي فرقته. ده اللعيب الامريكي هو مع كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي. خلينا ننتقل الى الزمالك ونقول لكم بقى شويه اخبار من الزمالك. ومن يومين ثلاثه كده انا جيت قلت لكم الزمالك حصل اتصال تليفوني ما بين كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، كابتن حسين السيد عضو مجلس اداره نادي الزمالك، مع فنجاده مدرب البرتغالي. قلت الكلام ده من ثلاث اربع ايام، كان مش عارف كان يوم الاربع او الثلاث اللي فات، والنهارده قريت في اليوم السابع ان فنجاده بيقترب من تدريب نادي الزمالك، وان فنجاده من اقوى المرشحين لتدريب نادي الزمالك. فخلينا نشوف الكلام اللي انا قلته ده هيتحقق ولا، بس خلي بالكم يعني فنجاده مرشح ومرشح بقوه، ان عارف الكره، انا قلت لكم مميزاته، عارف الكره المصريه، اشتغل في مصر قبل كده، مسك نادي الزمالك قبل كده، كان شغال من سنتين كمدير فني لاتحاد الكره المصري. دلوقتي في مصر خلي بالكم المدربين البرتغاليين كتير جدا، مدرب المنتخب الاول برتغالي، مدرب نادي فيوتشر برتغالي، يعني عندنا مدربين برتغاليين كتير، وفنجادا يعني الزملكاويه بيحسوا ان هو مصري، يعني جوه النادي وحافظ النادي واشتغل قبل كده، وحتى بنته متجوزه مصري، فالراجل موجود وسعره او مرتبه مش كبير، يعني زي ما سمعت كده ان هم بيتكلموا في 30,000 دولار بالنسبه لفنجادا، ف مرتب مش قوي. وخلي بالكم احنا ساعات الزمالك بيشتري مدربين او بيتعاقد مع مدربين وب 100,000 يورو و100,000 دولار و150 والكلام ده وما بينجحوش،
فقال لك نلعب على المضمون، رغم ان كان في قرار من اداره الزمالك قبل كده ان الكابتن معتمد جمال يكمل لنهايه الموسم. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل في موضوع فينجاد. انا بس بفكركم يعني على الكلام اللي انا قلته من 3 4 ايام. الزمالك الفتره اللي فاتت انا بصراحه بحيي مجلس اداره نادي الزمالك ان هم حلوا مشاكل وازمات كتيره جدا الفتره اللي فاتت، يعني حلوا حوالي 12 قضية تسببت في ايقاف القيد في نادي الزمالك. هم كانوا 14 مشكلة حلوا منهم 12 ناقص 2، وبقالي اسبوع بقول خلال ساعات ان هم في نادي الزمالك بيقولوا لي خلاص احنا لمينا الفلوس بتاعت سبورتنج لشبونه بتاعت شيكابالا وفلوس سامسون اللي هي بتاعت النادي بتاعه في فنزويلا وخلاص، يعني المفروض ناقص المشكلتين دول يدفعوا القيد يعني يتفك في نادي الزمالك بعد ما حلوا حوالي 12 ازمه او 12 مشكله ودفعوا فلوس لجهات كتيره ولعيبه ومدربين اشتكوا نادي الزمالك، ناقص بس قصه شيكابالا لحوالي 1,500,000 دولار وموضوع كاراكاس الفنزويلي الفلوس المتبقيه في صفقه انتقال سامسون اكينولا، دول هيدفعوا خلاص القيد هيتفك. وكل ما بسال في نادي الزمالك يقولوا لي خلاص احنا لمينا المبلغ بنحول بس الفلوس دولارات هنبعتها لسبورتنج لشبونه والموضوع هيتحل مع الاتحاد الدولي. بقالي اسبوع كل يوم بصراحه الناس تقول لي بكره بعده خلاص خلال ساعات مش عارف ايه، فبسال يعني احنا منتظرين بس المشكله خلاص بتخلص. يعني انا باكد لكم وقلت الكلام ده قبل كده ان الزمالك هيفك القيد خلال او هيحل ازمه القيد خلال الفتره الحاليه. النهارده لعيبه الزمالك احتفلت بعيد ميلاد سيد نيمار وعبد الله جمعه في التدريب. الزمالك بيحاول اقناع ايشو لاعب احمد عبد الرحيم ايشو اللاعب الشاب مواليد 2003 بالتراجع عن فكره الاحتراف في الدوري الامريكي، جاي له عرض من احد الانديه الامريكيه والزمالك عايز يعني يبقي عليه ومش عايزه يسافر. الزمالك بيرحب باعاره عمرو السيسي لمودرن فيوتشر. الزمالك بيرحب باعاره عمرو السيسي لمودرن فيوتشر من اللعيبه اللي برضه الزمالك ممكن يطلعها اعاره الفتره الجايه. الزمالك بيجهز 15 مليون جنيه لسدادهم لاتحاد الكوره قبل نهايه يناير. الفلوس دي الزمالك عليه مديونيه لاتحاد الكوره، فالزمالك كان اتفق على الجدوله فالزمالك بيقسط، ففي دلوقتي قسط ب 15 مليون الزمالك بيجهزهم عشان يدفعهم قبل نهايه شهر يناير الحالي. برضو الاستاذ حسام المندوه امين الصندوق في نادي الزمالك انهى اجراءات عوده 14 موظف كانوا اتفصلوا قبل المجلس الحالي ايام المجلس السابق. طيب جهزوا لي الفيديو، يعني زملائي في الاعداد والاخراج جهزوا لي الفيديو بتاع عمر كمال عبد الواحد. تعالوا نشوف انا قلت ايه. لا خلي عمر كمال عبد الواحد، فينجادا خليه شويه لغايه ما نشوف هيجي ولا مش هيجي، بس خلينا نروح للفيديو بتاع عمر كمال عبد الواحد من شهر 11 وانا قلت ان عمر كمال عبد الواحد في النادي الاهلي الموضوع مساله وقت. خلينا نشوف انا قلت ايه كده ونرجع نكمل تاني مع بعض. طيب في مشكلة برضو في الصوت، الفيديو مش عايز يطلع، يعني مش عارف ربنا مش رايد ان الفيديو يطلع قبل ما يجهزوا تاني الصوت. خليني اكمل لكم بعض الاخبار وبعدين هنروح نشوف لقاء مع محمد شريف وبعدين هنستقبل كابتن طارق السيد نجم من نجوم الكرة المصرية. طبعا كابتن طارق السيد وكان من نجوم منتخب مصر في 2006 و2008 و2010 ما كانش موجود، اللي كان موجود في 2010 كان كابتن سيد معوض وكابتن محمد عبد الشافي ناحيه الشمال. الفيديو جاهز؟ طب نرجع تاني نشوف الفيديو. جاهز جاهز اكيد يعني. طب يلا نشوف الفيديو بتاع عمر كمال عبد الواحد وبعدين نرجع نكمل اخبارنا تاني مع كوره كل يوم. لكن خلينا نبدا بخبر كنت اتكلمت معاه فيكم من فتره اللي فاتت على مدار يعني ايام، وامبارح اتكلمت فيه والنهارده هاكده تاني ان خلاص يعني عمر كمال عبد الواحد يعني اعتبروه رسميا في النادي الاهلي في الشتاء القادم في يناير القادم. عمر كمال عبد الواحد بيقترب بنسبه 1,000,000%، مش نسبه 99%، لا بنسبه 1,000,000% من التعاقد مع النادي الاهلي في شهر يناير القادم. في اتفاق تم خلاص ما بين اداره فيوتشر والنادي الاهلي على انتقال عمر كمال عبد الواحد في يناير القادم.
وخلال 48 ساعه، خلال يومين هيبقى في جلسه رسميه اداره الاهلي تخلص مع فيوتشر كل التفاصيل. والاتفاق تم بتبادل لاعبين، يعني عمر كمال عبد الواحد هينتقل الى النادي الاهلي، ونادي فيوتشر هياخد لعيبه من النادي الاهلي. وانا كنت قلت لكم الكلام ده من يومين، بس يعني بقى في عدد اكبر من اللاعبين ممكن ينتقل من الاهلي الى فيوتشر. يعني ده اللي احنا قلناه من شهرين يوم 15 نوفمبر، النهارده 13-14 يناير. وحتى انا قبل الفيديو ده كنت قلت قبليها بايام برضو ان عمر كمال هينتقل الاهلي، وفعلا عمر كمال انتقل للاهلي بتبادل لاعبين. وزي ما قلت لكم الاسماء اختلفت، يعني قبل كده كانوا بيتكلموا على اسماء، ولكن خلصوا الفتره اللي فاتت باسماء اخرى لعيبه شباب. انا شايف ان نادي فيوتشر هيكسب في الصفقه دي مش الاهلي. الاهلي طبعا عمر كمال ابو واحد لعيب كبير، لكن فيوتشر بياخد لعيبه صغيرين شباب عندهم مستقبل كويس، هيفرقوا مع نادي فيوتشر خلال الفتره القادمه ان شاء الله، وهيتم يعني تجهيزهم في الدوري الممتاز. احمد الشيخ لاعب نادي الاتحاد السكندري الفتره اللي فاتت مصاب من بدايه الموسم، حظه وحش اتعور كتير مع نادي الاتحاد وما اشتركش خالص مع نادي الاتحاد السكندري. احمد الشيخ بدا المشاركه التدريجيه في تدريبات نادي الاتحاد السكندري. مجلس اداره الاسماعيلي بيوعد اللاعبين بصرف المستحقات المتاخره يوم الاثنين القادم ان شاء الله. نتمنى التوفيق للنادي الاسماعيلي، ونتمنى المجلس الاداره انه برضه يحل مشاكل النادي الاسماعيلي، لان مشاكل النادي الاسماعيلي برضه ايقاف قيد مستحقات لاعبين. النادي كله محتاج تنميه موارد، يبقى في موارد في النادي الاسماعيلي كنادي كبير جدا جدا. واحنا اتكلمنا قبل الانتخابات قلنا يا جماعه الناس اللي داخله الانتخابات لازم تبقى عندها خطه ازاي تحل المشاكل وتخرج النادي الاسماعيلي من ازمته. حتى الان ما يزعلوش مني، انتوا عارفين انا بحب الاسماعيلي قد ايه. استاذ المهندس نصر ابو الحسن كابتن محسن عم مسيح ده انا بعشقه حبيبي، يعني من النجوم الكبيره جدا في النادي الاسماعيلي وعضو مجلس اداره حالي في النادي الاسماعيلي، لازم يبقى في حلول من مجلس الاداره لازمه القيد. لازم يبقى في يحاولوا يوفروا فلوس، يبقى في تفكير ان هم ازاي يقدروا يوفروا فلوس في النادي الاسماعيلي. ما ينفعش النادي الاسماعيلي يبقى القيد موقوف، وخلي بالكم الاسماعيلي موقوف قيده موقوف لمده 3 فترات قيد القادمه، يعني ولا هيقيد لعيبه في يناير، ولا هيقيد لعيبه في الصيف اللي جاي، ولا هيقيد لعيبه في يناير اللي جاي. 3 فترات قيد الاسماعيلي مش هيقدر يقيد لعيبه، ان عليه تراكم ديون، شكاوي من بعض اللاعبين، اخرهم كان لاعب اسمه فرناندو الارجنتيني ده اللي كان ضغط اللي كان بيلعب في النادي الاسماعيلي. فلازم يبقى في حلول في النادي الاسماعيلي عشان مجلس الاداره اللي جه واعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاسماعيلي انتخبوه يبقى عنده حلول، ما يبقاش جاي ما يعني متكتفين مش عارفين يعملوا حاجه. نادي البنك الاهلي بيتقدم بشكوى ضد طاقم حكم مباراه البنك الاهلي والجونه، المباراه اللي فاتت في الرابطه في بطوله الرابطه كان مباراه البنك الاهلي والجونه، وكان البنك الاهلي متقدم 1-0 في الشوط الاول. في اول دقيقتين في الشوط الثاني حكم المباراه كابتن احمد جمال احتسب ضربه جزاء لصالح نادي الجونه غير صحيحه، كره ما جاتش في ايد المدافع الجزار والحكم المباراه احتسبها. الغريب بقى كمان ان الفار اكد ان هي لمسه يد، وكان يعني في قرار سريع جدا. حتى بص اهو، اوقف بقى، اوقف هنا. الكرة بصوا جت في جنب، ما جتش في ايده، هي ايد اللاعب، ايد اللاعب وراه. بصوا جت في جنبه اهو، في صدره، مش في صدره، في بطنه من تحت. ارجع تاني معلش تاني كده. فطبعا المسؤولين في نادي البنك الاهلي قدموا شكوى اهو، بصوا في جنبه. مش عارف الفار ازاي، كابتن محمود بسيوني كان قاعد على الفار، يعني طاقم التحكيم في مباراه الجونه احمد جمال حكم المباراه، وخالد السيد وطارق مصطفى المساعدين، ابراهيم محمد حكم رابع، محمود بسيوني على الفار، هو عمرو عبدين. الكوره مش عارف ازاي رجعوها في الفار وقال لك يعني كونفيرم احتسبوا ضربه جزاء. فطبعا اداره نادي البنك الاهلي قدمت شكوى لاتحاد الكوره ولجنه الحكام ورابطه الانديه المحترفه ان الفريق اتظلم، فريق البنك الاهلي في المباراه اللي فاتت امام الجونه بسبب ضربه جزاء غير صحيحه لنادي الجونه، طبعا اثرت على نتيجه المباراه و المباراة عدت. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل مع بعض.
أفريكا. نرجع تاني مع بعض ونكمل اخبارنا ونروح لطلائع الجيش. طلائع الجيش بيفتقد جهود احمد الشيخ ومحمد شحاته امام بيراميدز. انتوا عارفين طبعا بطوله كاس الرابطه انتهى منها الجوله الاولى من بطوله كاس الرابطه، وان شاء الله داخلين على الجوله الثالثه يوم الاثنين والثلاث والاربع، هنلعب الجوله الثانيه من بطوله كاس الرابطه. طلائع الجيش هيواجه بيراميدز، لكن عنده غيابات احمد الشيخ ومحمد شحاته اللي هيغيبوا عن المباراه القادمه بسبب الاصابه. احمد الشيخ مصاب، احمد الشيخ بقى بتاع طلائع الجيش غير احمد الشيخ بتاع الاتحاد السكندري، ومحمد شحاته موجود لاعب طلائع الجيش موجود في المنتخب الاولمبي. الياس الجلاصي لاعب المصري بينتظم في تدريب المصري بعد العوده من تونس، كان واخد اجازه في تونس ورجع وانتظم في تدريبات النادي المصري. المنتخب الاولمبي طبعا دخل معسكر، والنهارده كان في محاضره تثقيفيه كده للاعيبه المنتخب الاولمبي عن مخاطر المنشطات. وطبعا المنتخب الاولمبي مسافر الامارات ان شاء الله خلال الايام اللي جايه عشان يلعب بطوله وديه دوليه في الامارات، هيلعب الامارات والسعوديه واكتر من منتخب خليجي خلال الفتره القادمه. عندنا بقى منتخب كره اليد بيستعد لبطوله امم افريقيا لكره اليد اللي هتقام في مصر ان شاء الله في الفتره من 17 يناير حتى 27 يناير، وكنا لعبنا مباراه وديه امام منتخب الكونغو كسبنا 37-31، والنهارده المنتخب كره اليد في راحه وهيبدا من بكره ان شاء الله يستعد مره اخرى لبطوله افريقيا في القاهره. وكان منتخب راح الدنمارك ولعب بطوله وديه هناك اسمها الدوري الذهبي، وعملنا ماتشات كويسه جدا، لعبنا قدام الدنمارك والنرويج وعملنا ماتشات مميزه جدا. ومنتخب مصر بيستعد البطوله بتاعت افريقيا لكره اليد هتقام في مصر ان شاء الله في الفتره من 17 ل 27، والبطوله دي هتبقى مؤهله لاولمبياد باريس 2024 ان شاء الله نكسب البطوله دي. ودايما منتخب مصر في كره اليد بيفرحنا دايما يعني في كل البطولات، وعندنا منتخب كبير في كره اليد. اتحاد كره اليد بيعلن طرح تذاكر بطوله افريقيا عبر موقع تذكرتي، من خلال بقى موقع تذكرتي على الانترنت اونلاين تقدر تحجز تذكرتك في بطوله افريقيا لكره اليد. خليني بقى اقول لكم بسرعه كده بطولة آسيا، طبعا اتلعب ماتشات في افتتاح بطولة آسيا، أقول لكم النتائج بسرعة كده. قطر كسبت لبنان 3-0 في المباراة الافتتاحية، قطر فازت على لبنان 3-0، أستراليا كسبت الهند 2-0، والصين اتعادلت مع طاجكستان، وأوزبكستان اتعادلت مع سوريا 0-0. أربع ماتشات لغاية دلوقتي اتلعبوا في بطولة آسيا، قطر فازت على لبنان 3-0، أستراليا كسبت الهند 2-0، والصين وطاجكستان اتعادلوا 0-0، واوزبكستان وسوريا اتعادلوا 0-0. دي نتائج بطوله اسيا حتى الان. نتمنى طبعا التوفيق للمنتخبات العربيه المشاركه في بطوله اسيا. هنروح نشوف لقاء مع محمد شريف مهاجم النادي الاهلي السابق ومهاجم نادي الخليج السعودي، وبعدين نستقبل نجمنا النهارده كابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك ونجم منتخب مصر في 2006 و2008، هيكون معانا النهارده ان شاء الله بعد الفاصل. نحكي بقى ذكريات المنتخب ونشوف توقعاته لمنتخب مصر في بطوله افريقيا 2024 بعد الفاصل ان شاء الله. كل التحيات لك طبعا زميلي العزيز كابتن كريم حسن شحاته، كل التحيه للمتابعين ومشاهدي كوره كل يوم على شاشه قناه الحياه في كل مكان. النهارده ضيفنا ضيف مختلف، واحد من الهدافين الكبار في كره القدم المصريه، المخيف والافندي محمد شريف، لاعب النادي الاهلي السابق ونجم نادي الخليج السعودي حاليا ونجم منتخبنا الوطني. محمد برحب بيك طبعا على شاشه قناه الحياه وبرنامج كوره كل يوم، ونقول لك طبعا تحيات كابتن كريم حسن شحاته. حبيبي مصر عامل ايه؟ وحشني والله. تحياتي للكابتن كريم وشكرا على الكلام الجميل ده. منور مصر يا مخيف. مصر منوره باهلها. تجربه مهمه محمد، بقى نبدا من تجربه الخليج السعودي، تجربه مهمه، دوري محترفين من اقوى الدوريات في مش بس في الوطن العربي لا في الشرق الاوسط حاليا.
كلمنا بقى عن تجربتك مع الخليج السعودي وعشت التجربة ازاي وبدايتك مع الفريق كانت ماشية ازاي؟ يمكن الناس طبعا كلها عارفة ان الدوري السعودي بقى دوري قوي دلوقتي ودوري تنافسي وفي نجوم كبار، فالواحد لما بيكون موجود هناك بيبقى بيضيف للواحد. يمكن انا دخلت على الفرقة على طول، ما عملتش فترة اعداد، فممكن دي برضو كانت من النقاط اللي انا كنت محتاج اللي انا اروح بدري شوية عن كده عشان تخش في اجواء الفرقة اكتر. بس يعني الحمد لله احنا في الدوري ماشيين كويس وكده، وربنا يكرمنا ان شاء الله الدور التاني ونعمل حاجة كويسة. يمكن احنا ماشيين زي ما قلت لك كويس، يعني نحافظ على ده ونطوره ان شاء الله يبقى احسن. استقبال اللعيبة ليك بقى في اول مران او في اول تدريبة ليك مع الفريق؟ لا والله، يمكن انا قلت قبل كده اول يوم ليا في نادي الخليج بصراحة حسيت ان الناس كلها محترمة، الناس شايليني فوق دماغها بصراحة، يعني انا بشكرهم كلهم وبشكر رئيس النادي استاذ علاء الهمل واستاذ محمود المطرود. من الناس دي دايما في ظهر الفريق كل ماتش والله، مصري معانا وفي ظهرنا وسندنا، فطبعا بشكرهم على دعمهم. الدوري السعودي والطفرة اللي حصلت في كرة القدم السعودية كانت من الأسباب اللي خلتك توافق على عرض الخليج السعودي؟ لا، يمكن نادي الخليج كان عايزني من السنة اللي فاتت أصلا، بس أنا حصل لي إصابة وما حصلش نصيب. يعني من قبل الطفرة أنت عارف كان الدوري السعودي برضه قوي على فكرة، بس ما كانش بنفس القوة اللي هو حاليا عليها. فطبعا لما يجي لك الدوري ده في الوقت ده في النجوم والناس اللي موجودة دي، فانت بيخليك طبعا تبقى بتفكر ان انت تروح طبعا. يعني لعبت قدام النصر وكان اكيد في احتكاكات مع كريستيانو، وكلمني بقى على اللقطات او لقطه او لقطتين حصلوا لك في الماتش ده. لا انا قلت قبل كده يا عم والناس اتريقت عليا فبلاش اقول تاني. قلت ايه؟ انا مش بعديش قلت ايه؟ هو في جون جه اوف سايد، فانا بتكلم مع الحكم بقول له اوف سايد اوف سايد، فهو انا اسمي مكتوب على التيشيرت. فقال لي شريف نو نو جول جول. انا اتفاجئت اصلا، زي ايه اتفاجئت اللي هو بيكلمني الدكتور ده بيكلمني انا. في الملعب لعيب كبير زي كريستيانو بيتعامل مع اللعيبه ازاي؟ ولا بيبقى فيه حتى سنه غرور ولا لا الامور مع اللعيبه الكبيره في الماتشات بتختلف؟ وانت لعبت اكيد مع ريال مدريد ولعبت مع نجوم العالم في كاس العالم الانديه بايرن ميونخ، اللعيبه الكبار دول اللي احنا بنشوفهم ان هم نموذج وكاريزما، شكلهم في الملعب بيبقى ازاي؟ يمكن هم مختلفين شويه، هم يعني تحس ان هم حافظين بعض، يعني اصلا تلاقي الكلام في الملعب قليل جدا، يعني ممكن تلاقي كريستيانو في ماتش ممكن يتكلم مرتين ثلاثة، هم حافظين بيعملوا ايه. حوار الكلام لا، والكلام اللي احنا فيه مش موجود خالص. لا هادين بيوفروا مجهود. لعبنا ريال مدريد نفس الكلام، فاهم؟ باير ما بيتكلموش، هم عارفين بيعملوا ايه، فاهم؟ طارق حامد، عايز تسأل انت السؤال بتاع انت قلت لي ان هو كان تاريخ، بس الجماهير ناس كتير ما تعرفش موقف حصل ما بينك وبين طارق. وطارق حامد من اللعيبه المحترمه طبعا، لعيب كبير ولا بجد من اللعبة المحترمة الجميلة. ايه اللي حصل في الموقف؟ ايه اللي وصل الموضوع يعني الناس حست ان في مشادة كده؟ هو كنا بنلعب بالنت، الماتش ده كان في الكاس، فبيلعب بالنت، فبقول له هتضيع، بقول له هتضيع ما بعرفش يشوت، ما بعرفش يشوت تاني. فهو ايه لما جاب الجون راح قال اشيف عامل فاهم توقف ماتشي اتوقف ماتش، لكن هي كانت تهريج ما فيش. انا كنت كويس اصلا. طب وطارق بيعرف يشوط؟ ايه؟ طارق بيعرف يشوط؟ بيعرف طبعا، بس انا كنت برخم عليه بس شويه. انت شوت في الماتش ده؟ لا، ما انا كنت داخل بعديه، بس هو ضيع. لا هو جاب واحنا جبنا، وبعد كده هم ضيعوا واحنا خلاص جبنا. قلت الحمد لله. انت يعني قبل ما نطلع من السعوديه شفت كاس العالم للانديه اكيد، وشفت مباريات الاهلي في البطوله، مباراه اتحاد جده تحديدا. يمكن كان في حاجه بينه وبينك قلت لي الاهلي هيكسب. ايه اللي اداك الانطباع ان الاهلي كان ممكن يكسب الاتحاد في ظل الاجواء اللي كنا شايفينها قبل المباراه؟ المباراه بتتلعب تقريبا في معقل نادي الاتحاد السعودي. يمكن انا قلت لك كده لان انا لعبت ضد الاتحاد في الدوري، وهم طبعا فرقه كبيره وفرقه محترمه، بس كان في عندهم ظروف اصابات وعندهم حاجات كده ومش جاهزين، وكانوا مضغوطين برضو الفتره دي، فانا كنت حاسس ان الاهلي هو اللي هيكسب في الماتش ده. كان في رد فعل من زمايلك في السعوديه بعد ما الاهلي كسب؟ لا عادي، الموضوع كان عادي بينا، يعني محدش كده قال لك حاجه حد لا هم باركولي، لا زعما باركولي وكده في النادي وكده وخلاص. مباراه فلومينزي الاهلي ضيع فرصه سهله ان هو ممكن يوصل فاينل كاس عالم. انا بشوف ان دي كانت اسهل بطوله كان ممكن نروح بيها كاس عالم، كانت سهله جدا بصراحه، بس هو نصيب يعني، ما حصلش نصيب يعني. شعورك ايه بقى بعد عدم اختيارك لمنتخب مصر؟ لا والله اكيد لو اي واحد بيبقى نفسه يشرف منتخب بلده، بالذات في بطوله كبيره زي دي يا احمد، انت عارف اللي هي مهمه جدا لاي لعيب، بتعلي من اسمه وبتعلي من سعره،
كان نفسي ان انا ابقى موجود واعمل واحاول اساعد المنتخب باي طريقه، بس ده نصيب طبعا زي ما قلت لك، وان شاء الله الناس اللي موجوده ترجع بالبطوله باذن الله ان شاء الله. يعني شايف استبعدت من المنتخب ليه وانت بتأدي ومحترف؟ شايف لا هي قناعات انت، انا خد بالك انا كنت موجود المعسكرات اللي فاتت انا عارف عشان كده بسألك يعني. فالمعسكر ده يمكن انا ممكن ما مدرب شايف حاجه تانية. رحيلك من النادي الاهلي يمكن ناس كتيره استغربته في ظل ان الاهلي ما عندوش مهاجم زي ما بيقولوا، شايف رحيلك عن النادي الاهلي ازاي وابتعادك عن جمهور النادي الاهلي؟ لا طبعا النادي الاهلي ده بيتي وهيفضل بيتي زي ما انا قلت قبل كده، وانا الجماهير دي على دماغي وعلى راسي، فان شاء الله ربنا يوفقهم ويكرمهم ان شاء الله باذن الله. فكره العوده للاهلي ان شاء الله. بص انا قلت قبل كده انا عقدي مرتبط مع الخليج ان شاء الله سنتين، في نصيب اللي انا مكمل فيه، مفيش لو رجعت مصر زي ما قلت قبل كده هتكون للنادي الاهلي. يعني اختيارك الاول هو النادي الاهلي؟ مفيش نقاش. لو لا قدر الله الاهلي هترجع ان شاء الله هترجع؟ لا ما تسالش لو الاهلي ما قال لك لا. هكمل في السعوديه. انت عايز اسال سؤال؟ انا مش عايز اخسر حد يعني. لا مش هنخسر حد بالعكس. انت راجل محترف، انت سبت الاهلي الكبير لو رجعت مصر النادي الاهلي مش عايزني، مش هلعب في حته ثانيه، مش هلعب حته ثانيه في مصر. بس زمايلك في الاهلي في تواصل مع زمايلك في الاهلي؟ دايما بنتكلم دايما في البطولات الكبيره. بكلمت مين بقى بعد كاس العالم بعد السوبر؟ كلهم لما بياخدوا بطوله ولا بيعملوا انجاز كويس ببعت لهم كلهم بنتكلم بعض. حتى انا مثلا في السعوديه لما اجيب جول مش عارف بيبعتوا لي. الاحتراف شايف ان هو بيضيف للاعب حتى لو طالع من فريق كبير زي الاهلي او الزمالك او الفرق الكبيره في مصر اللي بتلعب في بطولات كبيره، شايف ان الاحتراف مهما كان في اي دوله بيضيف للاعب؟ بص مش اي احتراف اكيد يعني. انت خلينا نتكلم ان انت مش اي مكان تطلع بره تقول لي انا محترف. في اماكن بتضيف للاعب اكيد وفي اماكن لا يعني، فاهم؟ حسب الدوري وحسب المكان اللي انت رايح، حسب الفرقه اللي انت راح فيها. شايف ان اللاعب المصري يستحق المبالغ اللي بتدفع فيه هنا في الدوري المصري، وشايف ان في لاعب مصري يستحق 50 مليون و70 مليون و100 مليون؟ انا مالي يا احمد. يعني انت شايف اللاعب المصري يستحق المبالغ دي؟ مش بتاعتي. ده رزق. ده رزقه. ما تبصش للناس في رزقها يا احمد. شايف ان في لعبة مصرية قادرة ان هي تحترف في الدوريات الكبيرة او في الدوري السعودي، وخاصة ان في عروض دايما بنسمع عن عروض محمد عبد المنعم لزيزو، اللاعب المصري يقدر يصنع الفارق في الدوريات الكبيرة؟ في لعبة في مصر كتير جدا، حتى مش في اهلي وزمالك، في لعبة في اندية تانية يعني، لعبة الصغيرين كلها انا بشوف ان هم لو خدوا فرصة ممكن يبقوا كويسين. مين تتمنى من لعيبة مصر يكون موجود في الدوري السعودي وشايف ان هو يستحق فرصة في دوري كبير زي ده؟ والله يا احمد يعني انا مش عارف اقول لك ايه السؤال ده يعني، بس انا في لعيبه كتير ممكن تروح اوروبا، في لعيبه ممكن تروح السعوديه، في لعيبه ممكن تكمل في مصر تلعب في نادي كبير، فده من السؤال اللي انا مش هعرف اجاوبك عليه. يعني مين شايف اللعيبه الافضل في مصر في الفتره الاخيره ان هم يقدروا ان هم يحققوا الحلم ده؟ في لعيبه كتير في مصر كويسه يعني، مثلا عبد المنعم، زيزو في الزمالك، حسين الشحات، يعني في لعيبه كتير الفتره الاخيره كانت ماشيه كويس، فاهم؟ انتقال امام اضاف للاهلي؟ اكيد طبعا، اكيد اكيد زود الحته دي في عند الاهلي. يمكن انا الحته دي في الاهلي بقالها كتير عماله تتغير يعني، انا بشوف ان حمدي مشي، ديانجي ما بيلعبش، السوليه كان مصاب، فتحس اللي هي في تجديد كتير في مكان نص الملعب، مروان جه، قفشه موجود مع امام، فاهم؟ فتحس ان في تغيير كتير في المنطقه دي. كان في حوار كده، يمكن الناس دايما بتسترجع لقطه ما بينك وبين امام عاشور في ماتش قمه، حتى ربطوها قال لك لا ده الشريف كان بيقول لامام تعالى الاهلي، فاكر اللقطه دي؟ يمكن انا امام انا عارفه من زمان يعني، بس هو كان كنا بنتكلم في حاجه، بس انا عارفه من زمان يعني، عارف امام اصلا من بدري يعني، احنا كان هو مثلا كان في الزمالك في بدايته، كان ساعات بيجي المنتخب، فانا نعرف بعض من المنتخب يعني. دايما بيقولوا انه في ربط ما بينك وما بين كهربا، شايف ان كهربا برضو من اللعيبه اللي بتدي باور في النادي الاهلي، اللعيبه اللي عندها قلب، شايف ان هو يعني من اللعيبه المهمه في النادي الاهلي في الفتره الاخيره؟ كهربا يمكن الفتره الاخيره يمكن ما شاء الله مش كويس جدا في النادي وكده، يمكن كهربا اصلا اخويا يعني، انت عارف يعني الفولت. احنا قريبين بعد من بعض جدا، فهو كهربا دمه خفيف بقى، بيقعد ينكش فينا كلنا ومش عارف ايه، فاهم؟ فهو عامل حاله كده شويه في النادي. وانتوا بتلعبوا انتوا اتنين فراوده في الاهلي، كانش فيهم منافسه بقى كده؟ انا هلعب لا وروح يعني، مش انت عارف العلاقه اللي بينكم. اصلا علاقتنا كويسه، فاهم؟ فانا مثلا انا كنت العب، هو يلعب انا اقعد، فكان الموضوع بالنسبه لنا عادي، كنا دايما بنحفز بعض يعني. شايف ان كهربا مفيد كمهاجم ولا كجناح؟
اللي هو مركزه الأساسي. بص انا مش يعني النقطه دي انا مش عارفها، لان هو طول حياته كان بيلعب جناح. جناح وكان مكسر الدنيا وماشي كويس، ولما برضه لعب فرود ماشي كويس فاهم، فهو في لعب في مركزين كويس بصراحه يعني فاهم. كنت بتزعل لما جمهور الاهلي كان بينتقدك ومع ذلك كنت انت بترجع ترد وباهدافك؟ ويمكن دايما مباريات الزمالك بالذات يا محمد لها ذكريات حلوه ما بينك وما بين جمهور النادي الاهلي. بص هو انت بتلعب في نادي كبير يا احمد، فطبيعي ان انت الناس تنتقدك، ده طبيعي في الكوره، انت مش تفضل حلو على طول ومش تفضل عشو، فطبيعي، فانت لازم تتقبل الانتقاد ده وتشتغل على نفسك يعني. اصل انت لو رديت هتخسر الناس، فمش محتاج ان انت تخسر الناس يعني فاهم. فانت طبيعي انت بتلعب في نادي كبير، فلازم تستحمل ده اكيد ده قدرك يعني. كان دايما يقول لنا الكلمه دي، ده قدر لعيب النادي الاهلي فاهم. فطبيعي كان تعرض للانتقاد، مش شريف بس، كلنا تعرضنا للانتقادات يعني. شيكو بصراحه مباريات الزمالك وشها حلو عليك، ودايما بتغير من ستايلك او من ادائك او من حالتك النفسيه. يمكن ممكن ده عشان ماتش كبير، فانت بتبقى مركز اكتر من اي ماتش، بس هو طبيعي تركز في كل الماتشات اكيد يعني، بس انت عارف برضو بقى الماتشات الكبيره بقى فيها تركيز اعلى شويه، فواحد كان بيجتهد وبيعمل عليه والحمد لله ربنا كان بيكافئ الواحد يعني. هدف من الاهداف اللي جبتها وفي الزمالك بصفه خاصه فرق معاك نفسيا او فرق في علاقتك مع الجمهور نفسيا ولا يمكن وعلاقتك مع الجمهور برضو؟ بص يمكن اكتر جون انا بحبه في الزمالك اللي انا اول جون ليا خالص، عشان كان اول ماتش ليا باول جون، فده كان ده كان بالنسبه لي كان جون مهم يعني. كم هدف الزمالك يا محمد؟ كله ولا مع الاهلي؟ مع الاهلي سبعه. سبعه اهداف. احلى هدف فيهم؟ احلى هدف الجون الثاني ماتش 3-0 اللي بالشمال ده للشوطه. لا ماتش 3-0 اللي بالشمال. تفكر الناس بيه اللي هو جبته ازاي ده؟ اللي هو العرضيه اللي عملها لي لتحت وحطيتها في سقف العارضه. ايوه في عواد. ده كان احلى جون من احلى الاهداف. هدف ما تنساهوش مع النادي الاهلي؟ بس انا جايب 61 جون مع الاهلي، يمكن انا احفظهم كلهم. احلى هدف فيهم؟ كتير حلوين والله يعني. انا قلت نهضة البركان ده كان جون مفضل يعني. ليه كابتن حلمي طول فرق مع محمد شريف؟ كابتن حلمي طبعا، كابتن حلمي ده ابويا يعني. تقول له لو عايز تقول له كلمه؟ الناس المحترمه يعني أكيد. لا كابتن حلمي شخصيه جميله يعني. مين من مدربين الاهلي اللي فضل عليك وكان من اسباب تالقك في الاهلي؟ في يعني اجانب ولا كله؟ اجانب كله والله. في ناس كتير، يمكن انا كل الناس اشتغلت معاها بصراحه يعني بحترمها وبقدرها. يمكن اكتر واحد انا اتبسطت معاه كان كابتن سامي مصان وموسيماني الفتره بتاعته. موسيماني. فايلر. لا كنت فين؟ بمحضرش فايلر. طب كولر من المدربين اللي اضافوا له محمد شريف، وشايف اداء الاهلي معاه ايه؟ لا يمكن انا مستر كولر انا لعبت معاه السنه اللي فاتت زي ما قلت لك، وكنت هداف الفرقه يعني. فاكيد ضاف لي كاس العالم للانديه في المغرب، وخاصه لقطه فلامانجو ولقطه ريال مدريد، فرقوا في علاقاتك؟ ما احنا بنفتح يعني، احنا بنتكلم مع الجمهور، وانا عارف ان انت بتحب جمهور الاهلي وجمهور الاهلي بيحبك في كل المواقف. الموقفين دول فرقوا في استمرارك مع الاهلي بصراحه؟ يمكن انا ماشي ماتش فلامينجو ماشي، لكن ماتش ريال مدريد انا مش فاكر ان في كوره سهله ضاعت على فكره. انا مستغرب ماتش ريال مدريد ده. هي كوره واحده اللي بالشمال شطها فوق، وكانت اصلا بعيد عن الجون اصلا. يعني مش انفراد بتاعت فلامينجو ماشي دي، لكن ريال مدريد مش فاكر خالص كوره سهله ضاعت خالص اطلاقا بصراحه. الاهلي هجوميا وغضب الجماهير على هجوم الاهلي ولا رجعونا محمد شريف، الكلام ده بيفرق معاك ايجابيا ان انت حس او الجمهور الاهلي حس بقيمه محمد شريف؟ لا النادي الاهلي نادي كبير، بمحمد او من غير محمد فالنادي الاهلي كبير، والاهلي ما بيقفش على حد طبعا، فطبيعي انا شايف ان الفرقه بتكسب وماشيين كويس، فمش محتاجين حد اكيد يعني. يعني الاهلي ما عندوش ازمه هجوميه يا محمد؟ لا خالص خالص خالص. هو سؤال مش تقييم، لكن مودست شايف ان هو اتظلم، ان هو اتحكم عليه بسرعه يعني؟ هو لسه ما لعبش بسرعه يعني، انت تصبر عليه، تقيمه في اخر الموسم، تديله اربع خمس ماتشات ورا بعض تحكم عليه فاهم. لكن هو بينزل برضه ربع ساعه بيلعب ماتش فاهم، فدي برضه مش بتظلم اللعيب بصراحه يعني. انت كمهاجم شايف ان هو عنده الامكانيات، تحركاته والقوه بتاعته، الالتحامات، الهيدرز بتاعه، انت كمهاجم لو شايف بتبص له بص نظره مختلفه اكيد، شايف ان هو فرويد مميز ويجي منه مع الوقت؟ بص هو احنا انا يعني الفتره الاخيره دي، ما يمكن انا قلتها، ما بتفرجش خالص على ماتشات الاهلي، لان انا دايما عندي تمرين بالليل
هناك بس بتعرف الجو حر طبعا. بقى ما انا بس ما بتفرجش، يمكن انا ما اتفرجتش غير على كاس العالم يعني حاجات كده بسيطه فاهم، لكن هو كمسيره وكلاعب لا لعيب كبير طبعا وعنده مسيره ناجحه يعني حياته كلها تعتبر فريق دجله. يمكن انا من ناشئين النادي، قعدت 8 سنين في النادي، يمكن النادي ده برضو ليه فضل كبير عليا جدا بعد ربنا. يمكن هو بدايه ظهوري كانت اصلا في وادي دجله، يمكن النادي الاهلي اشتري من وادي دجله، فطبعا يعني النادي ده بالنسبه لي برضو في قلبي يعني. شريف بشكرك، شرفتنا ونورتنا في كوره كل يوم على شقات الحياه. نتمنى لك التوفيق مع الخليج السعودي وتكسر الدنيا كده ان شاء الله، وتكون سفير كبير لكره القدم المصريه، وان شاء الله احلامك تحقق سواء في الاحتراف او ترجع بيتك تاني النادي الاهلي ان شاء الله. والجمهور الاهلي انت عارف جمهور الاهلي بيحبك جدا جدا، يمكن انت بتشوف ده في الشارع. ولو عايز تقول لهم كلمه كده تقول لهم قبل ما اختم معاك. طبعا انا بشكرك على الكلام الجميل ده وشكرا على الحلقه الجميله دي. فجمهور الاهلي بقول لهم ان شاء الله كده دايما في ظهر فرقتكم، وربنا يكرمكم وان شاء الله تاخدوا كل حاجه السنه دي باذن الله برضه ان شاء الله. شكرا يا محمد. نرجع تاني مع بعض ونضمننا واحد من اللعيبة المميزة في منتخب مصر في بطولة 2006 و2008، واخد بطولتين أفريقيا، كابتن طارق السيد الظهير الأيسر لنادي الزمالك ومنتخب مصر. النهاردة بقى نقعد نحكي كده عن ذكرياته في البطولات والبطولات الحلوة اللي احنا خدناها، ونتكلم كمان ونشوف توقعاته لبكرة، التشكيل، طريقة الأداء بالنسبة لمنتخب مصر. يعني طبعا هناخد رايه في كل حاجه. كابتن طارق منور حبيبي. يا كابتن كريم اخبارك؟ سعيد جدا ان انا معاك النهارده، والف مبروك الدكور الجميل ده، حاجه جميله وحظ حلو ان انا اكون اول واحد يقعد على الكرسي حبيبي. اخبارك ايه؟ والله فل، كله تمام الحمد لله. طب الحمد لله. طيب خلينا نتكلم كده عن يعني ذكرياتك في بطوله امم افريقيا. انت لعبت بطولات كتير على فكره، مش 2006 و2008 بس، لكن كسبت 2006 و2008 مع منتخب مصر. بالفعل يمكن انا الحمد لله ربنا كرمني وكنت موجود في منتخب مصر من 2002 ل 2008، اربع كاس امم افريقيا ورا بعض، وحصل لي شرف كبير ان انا اتوج ببطولتين ورا بعض 2006 و2008 تحت القياده الفنيه طبعا الكابتن حسن شحاته، وكانت فتره من افضل فترات حياتنا. 2006 كنت انت ومحمد عبد الوهاب الله يرحمه ويحسن. 2008 انت وسيد معوض. انا وسيد معوض ناحيه الباك الشمال، وكان ساعات شادي محمد دي. لا شادي كان بينزل في الحته الدفاعيه لما نكون كسبانين وعاوزين نأمن، كان بيبقى خايف قوي مش عارف ليه يا ابني العب. لا مش خايف ان هو يلعب باك ليفت، لا خايف مني انا مش عارف ليه. قلقان مني. لا هو الكابتن حسن كان في الفتره دي يعني لما بيبقى كسبان، يعني مثلا في ماتش انجولا كان الماتش صعب قوي. انا فاكر كان عندهم لعيب اسمه مانوتشو. جاب جون فينا من يعني كان صعب جدا. فهو الكابتن حسن كان في الفتره دي بيحاول ان هو يحاول يامن اكتر دفاعيا. انت ادائك هجومي فساعات بيبقى كسبان ويروح منزل شريف محمد يقف بس ناحيه الشمال كمساك يعني. بالفعل وده حصل. وبص يا كريم، احنا انا عن نفسي في البطولات الكبيره دي او الجيل كله كان في البطولات الكبيره دي، والله ما كان بيفرق بالنسبه لنا. طبعا اكيد 100% انت نفسك تلعب ونفسك ان انت تشارك مع زمايلك، انما في الاول وفي الاخر كان الغرض والاساس بتاعنا كلنا ان احنا ازاي نعرف نحصل على البطوله دي. والحمد لله رب العالمين، يمكن الحصول على البطولتين والتتويج الاولاني 2006 فرق معانا نفسيا جدا، خلانا خلاص احنا بقينا ايه مجموعه واحده متجانسين. انت عينك على البطوله طول الوقت، عينك تفكيرك على البطوله طول الوقت، تفكيرك ازاي حتى لو انت ما بتلعبش توفر المناخ للي بيلعب ان هو يبقى في الملعب وجاهز ومركز وتدي له الحافز وتساعده. لا حاجات كتير جدا كانت كمان. يمكن كان معانا جهاز فني طبعا باستثناء طبعا المدير الفني كابتن حسن شحاته، الجهاز كله كان منتظم جدا في التعامل بيننا وبينهم، كان
كابتن شوقي غريب وكابتن حمد صديق وكابتن احمد سليمان كان على طول اعداد كابتن سمير عاد لازم نقول اساميهم ودكتور احمد طبعًا ماجد طبعًا وكابتن حسام الابراشي وكابتن كمال عبد الواحد كابتن حسنين حمزه الله يرحمه يعني يرحمه حسين دي كابتن هشام المدلك كان مجموعه مميزه الجيل جدا الجيل كله او المجموعه كلها كابتن كريم كانت مجموعه بجد في حب في يعني يمكن انا شايف برضو او حاسس ان الجيل اللي موجود دلوقتي بيتعامل بنفس الاسلوب ده عشان كده عندي امل كبير جدا ان ممكن البطوله ان شاء الله باذن الله السنه دي مصر تمشي فيها كويس يمكن الجيل ده برضو اللي موجود حاليا مش محظوظ قوي ان هو ياخد البطولتين قبل كده وصل نهائي وما ما بيحصلش على البطوله انما كان الفرق بيننا وبين الجيل ده في حاجه واحده بس ان احنا خلاص خدنا حافز البطوله او خدنا الدفعه بتاع البطوله بتاعه 2006 فالبطولتين اللي بعد كده انت رايح انت مش شايل هم وزائد ان من وجهه نظر الشخصيه ان احسن كوره اتلعبت في تاريخ مصر 2008 صح عملنا بطوله كابتن كريم على الرغم ان انا ما اشتركتش شوف بقول لك ايه بجد اتعملت بطوله على اعلى مستوى فني صح والتجميع يعني احنا كنا قاعدين في كوماسي كابتن كريم قعدنا الفتره كلها بتاعتنا في كوماسي خلصنا علشان يعني اول مجموعه وكل اللي بيطلع اول مجموعه الفرق الثانيه بتيجي تلعبه في دور الثمانيه ودور قبل النهائي حتى قبل النهائي جالك عندك كوت ديفوار لعبناهم 4-1 لعبناهم في كوماسي وما اتنقلناش خالص ما اتحركناش غير النهائي بس اللي هو رحنا اكرا عشان نلعب الكاميرون صح. فكان المجموعه يعني كان الوضع مختلف بشكل كبير جدا كان في روح عاليه جدا بيننا وبين بعضينا كانت الامور ماشيه بسلاسه من ماتش لماتش الماتش الاولاني دفعه كبيره جدا ضد الكاميرون 4-2 على ما اعتقد وكانت نتيجه كبيره جدا وماتش على يعني بعد كده بقى قابل السودان وزامبيا وبعد كده انجولا وبعد كده كوديفوار كاميرون نهائي عارف انت 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 ما حسيتش يعني انا متهيألي قعدنا هناك مده كبيره جدا قعدنا شهر كامل بس والله عدوا علينا كانهم لحظه عارف انت ايه انت البطوله ماشيه والدنيا ماشيه والامور ماشيه اتمنى ان يحصل كده مع منتخب مصر في البطوله دي طيب خلينا ننتقل بقى لمنتخب مصر الحالي ويعني متوقع بكره مثلا نبدا بالتشكيل مباراه موزمبيق يعني موزمبيق من الفرق هنقول متوسطة أقل من متوسط إحنا الحمد لله إمكانياتنا أعلى وكل حاجة حتى مدربهم النهاردة كوندي مدرب وطني قال إن هو غايب من عنده 4 لعيبة مهمين جدا بص هو منتخب مصر يمكن في الماتش ده هيحاول إن هو يدفع بكل اللعيبة اللي بتهاجم كويس جدا في المباراة الأولى خاصة إن هو بيلاعب برضو موزمبيق مستر فيتوريا بيحاول يقسم الشكل بتاعه التقسيم بتاعه أو الشكل التيم بتاعه حسب الفرقة اللي هيلاعبها النهاردة هيلاعب مثلا فرقة بتهاجم كويس قوي يبقى هيأمن دفاعيا كويس قوي انا بتكلم كده عشان الطرفين انما بقيت في يمكن 80% من التشكيل معروف بالنسبه للمنتخب من وجهه نظر الشخصيه يعني الشناوي مثلا كحراسه المرمى اعتقد محمد الشناوي الشناوي ما هو عشان في اثنين يعني احمد الشناوي الثاني لسه برضه كان مصاب ومع بيراميدز ف يعني طبيعي جدا ان هو يبتدي محمد الشناوي لاعب النادي الاهلي طبعا طبيعي جدا ان هو حراسه المرمى محمد الشناوي اعتقد من وجهه نظري ممكن يبتدي بعمر كمال كباك رايت حجازي محمد عين انا بقول عشان الحته الهجوميه هل في حاجه اصابه دي حاجه تاني عمر كان مصاب بس خلاص الحمد لله شايفينه في التدريب النهارده في اللقطات بس يعني بالنسبه انا بشوف مستر فيتوريا في الحته دي هي المشكله كلها تبقى في الاثنين الطرفين هل هيبتدي بهاني ولا عمر كمال هيبتدي فتوح ولا حمدي انا عرفت هيبدا بحمدي يعني دول المشكلتين اللي عندنا من وجهه نظر انا او دول اللي هو ممكن الراجل يفكر فيهم اقرب هاني محمد هاني ومحمد حمدي ماشي يبقى الاثنين دول مشكله بالنسبه لي في نص الملعب لا 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 معروفه هيلاعب مين في نص هقول لك انا النني قول لي طب بس السكينه احمد حجازي وعبد المنعم ده امر محسوب النني نمره واحد حمدي فتحي زيزو النني حمدي فتحي زيزو دول الثلاثي اللي هو الاقرب للبدايه من وجهه نظري بناء على ايه يا كابتن كريم بناء على الماتش البطوله اللي اتلعبت في او الماتش الودي اللي اتلعب او الماتش الودي الجزائر وزامبيا دول اللي هم الراجل بدا بيهم بالشكل اللي هو عايزه اللي هو ممكن يكون بيفكر فيه صح. في البطوله الرسميه زي طبعا صلاح ناحيه اليمين تريزيجيه ناحيه الشمال مصطفى محمد كفر هو ده التشكيل دول التشكيل يعني الاقرب من وجهه نظري للبدايه وانا على فكره يعني نص الملعب قلت ليه الثلاثي دول لان دول لعبوا مع بعض كتير طبعا إمام موجود متاح مروان عطية متاح بس الأقرب للبداية الثلاثي اللي أنا قلت عليهم نني ستة
ويبقى تمنيتين قدامه حمدي فتحي وزيزو، وزيزو عندهم قدرات هجوميه مع منتخب زي موزمبيق انت محتاج تهاجم. عشان كده عشان كده حتى لما بقول لك كابتن كريم ممكن يبتدي بفتوح هجوميا عالي، عمر كمال عالي، لان هو عايز يبتدي ضربه البدايه بتاعته قويه هجوميا، خاصه ان انت مش هتقابل تيم قوي يعني مش التيم بدايه برضو يعني كويس ان هي مش في غانا ممكن يغير الاثنين الباكين اللي هو فتوح عشان يحط اثنين عندهم توازن دفاعي شويه. ايوه طيب متخيل برضو انت بتقول البدايه يعني الكلام انت بتتكلم فيه ان المنتخب هيضغط على موزمبيق من البدايه وهيعمل ضغط عالي ويشتغل من قدام يعني مش هيتراجع في نص ملعبه. مهم ان انت تبقى شرس جدا في البدايه ده يا كابتن كريم. خد بالك احنا لما تيجي تراجع كده شريط البطولات اللي احنا لعبناها عن جيلنا احنا مثلا، لما جيت ابتديت ضد الكاميرون انت ابتديت بالقوة الدفع بتاعتك، كان عندك ابو تريكا مصاب لعب مكانه زيدان كان ولا اروع من كده وعمل جيم محترم وعمل جيم كبير جدا. عماد متعب قدام عمل على الرغم ان برضه عمرو زكي كان عالي جدا. يعني لا هو اعتقد ان هو هيبتدي هجوميا الراجل بشكل قوي جدا في المباراه دي اللي بيه يقدر ينهي الجيم بدري، لان خد بالك كابتن كريم الفرق اللي هي مش ليفل 1 لما بتبتدي قدامها والوقت بياخدك ما جبتش جون ولا ما تقدمتش الماتش بتصعب عليك جدا في الشوط الثاني. ايوه ايوه طيب كابتن طارق يعني شايف مين الاوراق الرابحه الثانيه في منتخب مصر غير محمد صلاح؟ متوقع دايما ان اي مدرب بيلاعب منتخب مصر او بيلعب ضد يعني منتخب مصر بيعمل تركيز كبير جدا ان ازاي يوقف خطوره محمد صلاح. لا انت عندك ده خد بالك كابتن كريم الجيل ده برضه محظوظ بالاسماء، او مستر فيتوريا محظوظ بالاسماء، يعني عنده مثلا ناحيه الشمال تريزيجيه وعمر مرموش، اي حد هيلعب في اي وقت هيبقى كويس جدا. ده من وجهه نظري برضه، لان الاثنين ماشيين كويس قوي في الدوريات الاوروبيه والاثنين بينتجوا وبيجيبوا بيهدفوا. يعني بص تعالى مثلا على محمد صلاح هتلاقي تريزيجيه في الماتشات الاخيره اكتر تهديفيه من صلاح نفسه. فما عندكش مشكله، انت عندك تريزيجيه، عندك مصطفى محمد، عندك زيزو من تحت، عندك حمدي فتحي ماتش الجزائر والماتش اللي قبليه اعتقد جاب جونين ورا بعض. فكان برضه متالق بيعرف يعمل البوكس تو بوكس كويس جدا وبيعرف يكمل جوه ال 18 كويس جدا، ودي اللي بيميز مستر فيتوريا عن اي مدرب باستثناء طبعا الجيل اللي هو مش عايز اقارن بس بين الجيل اللي خد ثلاث بطولات ورا بعض او الجهاز اللي خد ثلاث بطولات ورا بعض وبين اي مدرب بعد كده، انما عنده لعيبه عندها مرونه تكتيكيه عاليه جدا. يعني شوف حمدي فتحي هتلاقيه في الماتشين الوديين بتاع الجزائر والماتش اللي قبليه اعتقد كان زامبيا هتلاقيه هو الوحيد او بيكمل جوه ال 18 كتير، هو وزيزو بيلعب يعني عنده مميزات تقدر تكمل. الكره الثابته طبعا مهمه جدا في وجود حجاز، ما ينفعش يلعب بامام عاشور وزيزو، هتبقى مجازفه شويه ماتش زي موزمبيق، هتبقى مجازفه شويه لان خد بالك الراجل والله مجازف ماتش زي موزمبيق اشتغلت باتنين بيقدروا يشتغلوا هجوميا كويس وبيسددوا وبيقدروا يعملوا اسيست وبيقدروا يشتغلوا ويكملوا ورا المهاجمين، يعني انا شايفها. طب هقول لك على نقطه، هو ممكن هي اللي القدرات الهجوميه بتاعت امام عاشور كمان اعلى من حمدي فتحي. مش انت ممكن تحتاج حمدي فتحي كلاعب نص ملعب بيدافع كويس وبيهاجم، يعني هنقول حمدي فتحي 70% دفاعيا و30% هجوميا. طب اختلف لكن معك، لكن هتلاقي امام عاشور 60 40 60 هجوميا 40 دفاعيا. اختلف معك بناء على المعطيات اللي انا شفتها قدامي. حمدي فتحي في ماتشين زامبيا والجزائر هو اللي جاب الجونين. ايوه يعني ايوه صح يعني بيكمل بدماغ. يعني اوريدي بيروح ويجيب. وعلى فكره مش ثوابت بس، لا ده بيكمل والجيم شغال. ايوه فهو الراجل اقتنع خلاص بالحته دي او عنده قناعه بالحته ده برضه من اللي انا بشوفه واللي انا هو هيلعب كده زي ما انت بتقول. بس انا بقول لك يعني ما ينفعش يشتغل بهجوميا اكتر شويه. خلينا نتفق ان امام لعيب كبير قوي ومميز قوي وعنده مميزات كمان ان هو لعيب كوره ومتعود على اللعب جنب زيزو كتير، جنب 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 يعني جنب مصطفى محمد كتير لعب جنب الناس دي. وقاري يعني قاري الدنيا، وممكن تبقى ميزه، ممكن تبقى ميزه كبيره. يعني انا مش مختلف، خد بالك نص الملعب بتاع منتخب مصر يا كابتن كريم الراجل هيحتار لو هو ما عندوش ثوابت هيحتار يلعب مين. يعني انا من وجهه نظري النني نمره واحد، بعديه على طول مروان عطيه، الاثنين مش بعيد عن بعض كتير،
بس هو اللي بيميز النني الخبرات والتقل والاحتراف والتمرين جنب ناس كبيره ناس تقيله في الارسنال. انما اوريدي مروان عطيه لعيب مميز جدا في مكانه، ولما بيلعب بيبقى كويس قوي. برده نفس الحكايه امام عاشور وحمدي فتحي، الاثنين مش هتلاقي الفروقات كبيره قوي، بل ان ممكن تدي زي ما انت بتقول كده ان في ميزه شويه بالنسبه لامام عاشور، ان هو يقدر يعمل لك الاختراقات من النص، يعمل عنده ميزه التصويب من بره، عنده الثرو باس كويس، عنده بياخد الكره وبيروح عنده، كلهم عندهم مميزات كتير. عشان كده بقول لك ايه، ان الراجل السنه دي عنده جيل مميز جدا جدا، هو كمان في كل المراكز، عامل في كل مركز اثنين وثلاثه كمان وتقال مميزين وتقال، يعني ما تحسش بالفرق ما بين، يعني هقول لك على حاجه كابتن كريم عشان برضو نربط الامور ببعضها. لما تيجي تبص للجيل بتاع 2008 هتلاقي الكابتن حسن شحاته عنده خمسه سته في نص الملعب كلهم من العار التقيل، صح؟ او اربعه خمسه، محمد شوقي وحسني واحمد حسن، احمد حسن، أيوه، تريكا، زيدان، يا نهار ابيض ايه ده. لما تيجي تحط التشكيل انت كابتن حسن هتعمل ايه؟ الله يكون في عونك، صح؟ يعني وبعدين دخل معاهم حسام غالي وهاني سعيد. لا انا بتكلم على البطوله 2008. دي بالذات، أيوه، يعني أيوه، هتلاقي فيه مميزات. لاعب مين ولا مين؟ ما كان بيحتار في اوقات، انا مش عارف الاعب احمد حسن ولا حسني، وحسني واخد احسن لعيب في البطوله، صح؟ كل ماتش بيطلع احسن لعيب. محمد شوقي كان مميز جدا جدا. تريكا كان مصاب في الفتره الاولانيه وبعد كده رجع، نفس الحكايه زيدان ما بين ان هو يبتدي وينزل، لا الامور كانت بالنسبه له. طيب نرجع تاني مع الكابتن طارق السادو، كنت بسأله على الأجواء الأفريقية واللعب في الأجواء الأفريقية. ساعات تلاقي بلاد حر، رطوبة، نجيلة، الأرضية مش كويسة. يعني شايفين احنا لغاية دلوقتي البطولة في الكوديفور، النهاردة ماتش الافتتاح كوديفور كسبت غينيا بيساوي 2-0، الشكل حلو لكن الملعب عامل ازاي؟ تعرفش بقى، تعرفش. يعني اللي بيتحط في الأجواء دي هو الوحيد اللي يعرف، زيكم زي ما كنتوا بتلعبوا في المنتخب. خد بالك احنا في بطولة 2008 كان ملعب كوماسي حلو جدا، بس كان في مشاكل. بس ما كانش حد حاسس بيها. ليه؟ لان الكواليتي بتاع اللعيبه بتاعتنا كان عالي جدا. يعني زيدان على متعب، على عمرو زكي، على شوقي، على حسني، على الناس دي كلها كانت كواليتي عالي جدا جدا. فما كانش باين المشاكل الفنيه اللي موجوده في الملعب قوي، لان اللعيب اوريدي عنده امكانيات مش طبيعيه، ونفس الجيل اللي موجود دلوقتي. بس عندك بقى مشكله رهيبه جدا لازم يبقى واخدين بالهم منها، ايه هي؟ درجات الحراره. اهم حاجه ما تفقدش بدنيا بسرعه، اللي هو ايه، اللي هو لازم مجهودك، توزع مجهودك على الجيم. ازاي تعرف تشغل دماغك وانت في الملعب، امتى تهاجم وامتى تدافع، امتى تقف، امتى في رطوبه عاليه وكده، فبتتعب بسرعه لو انت بذلت مجهود جامد في الاول. بجد بتبقى الامر صعب جدا جدا، خاصه كمان الربع ساعه الاولانيه مع كرشه النفس الاولانيه دي بتبقى الامور مش سهله خالص. فمهم جدا طبعا خبرات لعبتنا. احنا الجيل ده برضو جيل لعب في اجواء زي كده، لعب ضد السنغال، لعب ضد منتخبات كتير في كل حته، كاميرون، كوديفوار، المغرب، في اماكن صعبه كمان كرطوبه، كحر، كالكلام ده، وهم متعودين على الكلام ده. فمهم جدا ان انت تعرف توزع نفسك كويس جدا على الجيم، مهم جدا ان انت ما تفرطش، مهم جدا ان الفرصه اللي تجيلك تخلص بدري عشان خاطر ترتاح، الجيم يفتح معاك، ترتاح كمان نفسيا وتريح نفسك وتلعب بقى باستمتاع، تستمتع. يعني انا فاكر ان ماتش الكاميرون البدايه بتاعتنا كانت قويه جدا، خليتك كابتن كريم طول البطوله انت فايق، صح؟ طول البطوله انت مرتاح نفسيا، كمان طلعت الكره اللي عندك بسهوله، لان انت الماتش الصعب قوي الاولاني الكاميرون، فانت في منتهى الصعوبه. طيب خليني ارجع معاك بقى لورا شويه، مين اللعيبه اللي انت كنت بتحب تلعب جنبه؟ في الزمالك ولا منتخب؟ لا في المنتخب. لا كلهم، بص بقول لك احنا كنا جيل كله مميز، يعني كان حسني عبد ربه في نص الملعب مريح جدا، شوقي مريح جدا، تامر عبد الحميد مريح جدا جدا، الزمالك، طارق السعيد طبعا كان لعيب حافظني وانا حافظه، كان لعيب جامد جدا قوي، عمرو زكي كمهاجم بيجيب من نص فرصه، كابتن حسام حسن، كان كابتن كريم بيريحني انا اعمل الكروس من اي حته، تلاقيه موجود، موجود بيتحرك كويس قوي قوي، عارف هو بيتحرك ازاي وعارف هو بيروح فين، على فكره هو ما بيتحركش قبل الكوره، هو بيتحرك بعد الكوره وبيسرع بلغه الكوره، يعني عارف انت ايه اللي هو الفرويد اللي بيخطف، انا مستني طارق يعمل الكروس او سيم يعمل الكروس وانا اللي بتحرك له. في لعيبه ثانيه بتتحرك
وحسب ما الكوره جايه لي. لا عماد متعب طبعا، عماد متعب كان كنت لو اديته الباص هو انت عارف ان هو هيستلم هيحط للعيب اللي بيلعب 10 وانت تكمل الهجمه هتلاقي الكوره قدامك. فلا كان كل الجيل بصراحه جيل جامد جدا. يعني انت كنت بتستمتع معاهم. خلينا نروح لناحيه الشمال. ناحيه الشمال قبل ما اتكلم عن منتخب مصر دلوقتي عندنا اثنين، فتوح وحمدي. لا انا عايز طارق السيد، مين من النجوم اللي كانت بتلعب قبليك وانت كنت بتحبهم قوي؟ كابتن احمد رمزي طبعا. طبعا رز يعني كابتن احمد رمزي. بص ده كان مثل الاعلى في المقام الاول. الثاني طلعت معاه شويه لما احنا تصعدنا في فريق اول، بس كان هو بيبطل بيعتزل فما لحقتش الزبد بتاعه زي ما بيقولوا بالبلد يعني. لعبت مع خالد الغندور، لعبت مع احمد عبد الله، لعبت مع طارق السعيد، كوليبالي، محمد القط صح. الشله بتاعت ناحيه الشمال كله الجيل ده. لا كان بيقول لنا دايما يعني كل دول عمل عمليات، قال لك طارق السعيد ولا حصل. مين عمل عمليات؟ مفيش حد. قال لك كل دول عمل غضاريف في الصليبي. هو طب طارق السعيد خلص عليهم كلهم عشان يعني يفضوا له المكان. ما ارزاق بقى يا كابتن. سنة وطارق جيل واحد خلي بالكوا، فاحنا عارفين شرف التاريخ كله. لا لا لعبت معاك كتير خد بالك. انت كمان احنا انا يمكن للحق يعني من واحنا صغيرين احنا متربيين مع بعض. انا رحت بيتك ودخلت بيتك وقعدنا وكلنا ولا الامور كانت بينا، واحنا الحمد لله كابتن كريم من صغرنا احنا بنحب بعض بجد. يعني مش الجيل يعني بتاعنا كان ايمن عبد العزيز، طارق السيد، طارق السعيد، ميدو رفعت، احمد عبد المقصود، صوده واحد، سامح اسماعيل، عبد الواحد السيد، سيد حنفي، سيد حنفي، عادل تايسون، خالد مهران، خالد طه. كان جيل مميز، جيل ميدو رفعت. انتوا خد بالك انتوا اتنين كنتوا ولاد مدربين والله كنتوا لعيبه جامدين جدا. يعني ميدو رفعت ده كان ميدو حاجه جامد جدا. كان حاجه بنت لذينه في الكوره يعني، بس حظه وحش في الاصابات بتعور للاسف كتير. كان بيتعور كتير برضه، بس كان لعيب جامد برضه بسبب انا وطارق السعيد. لا ميدو كان لعيب جامد جدا قوي قوي يعني. ميدو رفعت ده كان حاجه جامده جدا، انما ما كانش محظوظ يعني. هو برضو وانتوا الاثنين كنتوا بتلعبوا في مركز واحد متهيألي 10. لا كنت بلعب هاف رايت او 10 وميدو. بس ميدو اكبر مني بسنه. بس احنا اللي كنا بنتصعد مع 78 وهم 17. طيب انت كنت بتحب كابتن احمد رمزي جدا. دلوقتي شايف يعني احنا عندنا اثنين ناحيه فتوح ولا حمدي؟ طيب انا هتكلم خبرات. خبرات فتوح، لان فتوح لعب البطوله اللي فاتت خد بالك، والناس اللي كان بتقول مكسر الدنيا، والناس اللي بتقول ان هو ما بيدافعش. انت عارف هو دافع على مين يا كابتن كريم؟ دافع اشرف حكيمي، دافع على لعيب بتاع كوت ديفوار السنه اللي فاتت ولعبناهم احنا في البطوله. كان سريع جدا. كان من اقوى اللعيبه، انا مش فاكر اسمه قوي، بس كان من اقوى اللعيبه اللي كان مرعب. صح. لعب على المغرب برضو، كان حكيمي المغرب حكيمي ايوه. اعتقد لعبنا مين تاني في البطوله؟ لعبنا الكاميرون، ولعبنا كوت ديفوار، ولعبنا المغرب، كل الفرق اللي لعبنا السنغال في النهائي برضو كان بيلعب على حد جامد في السنغال. خد بالك ما ترقص. ايوه. يعني مفيش ده زهق اشرف حكيمي في الكوره. فهو الناس برضو خد بالك، عشان الناس اللي بتقول لك ده بيدافع بس او بيهاجم بس، لا هو فتوح بيعرف يدافع وبيعرف يهاجم. وكورته حلوه. وكورته حلوه يعني. فتوح من اللعيبه حريفه. خد بالك كابتن كريم في نقطه مهمه جدا في الحته دي. فتوح وقف على الكوره او نزل الملعب وبدا ماتش ما بيشغلش باله، هو في موال تاني خالص. بيدي كباري، بيلعب خماسي يعني. انت بس الظروف اللي اتعرض لها فتوح الفتره فاتت وايقافه في الزمالك، يعني شايف ان هو بدنيا جاهز ولا خد بالك الماتش اللي لعبه محتاج وقت يلعب شويه عشان يركب بعد كده. فتوح عنده ميزه مش عند حد، هي ان هو بيجي بسرعه يعني بيجي بسرعه، لان هو مستواه بيجي بسرعه. فما عندوش مشكله، انما في الاول وفي الاخر هو قرار طبعا مستر فيتوريا. هو هيبدا بحمدي في الاول، هو قراره. ان حمدي برده كان منتظم في اللعب مع بيرو، وحمدي بيقدم برده مستويات اكيد. حمدي الاثنين اعتقد بيكملوا بعض. خد بالك حمدي لعيب كويس جدا. انا مرنت حمدي في منتخب مصر محليين، وتوقعت له المستوى ده، وقلت له وقعدت معاه قبل كده وانا ماسك مع الكابتن هاني رمزي انا وطارق سعيد منتخب مصر محليين، قلت له انت تبقى لعيب جامد جدا. جدا، لان لو هو بيتمرن في الملعب لا لعيب جامد. طيب خلينا ناخد مجموعه مجموعه، تقول لي توقعاتك مين هيصعد اول وتاني في كل مجموعه. طبعا انت عارف ان هم ست مجموعات، خد بالك فيها ثلاث ماليش دعوه بالثالث، انا هتكلم على الاول والتاني، والتالت ده بيبقى احسن توالت بيتاخد من اربع مجموعات من السته. وعايز اعرف توقعاتك لماتشات بكره. ماشي عشان هنلعب لعبه التوقعات كده مع بعض من بدايه البطوله. المجموعه الاولى فيها كوت ديفوار، اتفرجنا عليها النهارده مع غينيا بيساو، والكوت ديفوار كسبت 2-0، وبكره نيجيريا وغينيا الاستوائيه هيلعبوا. كوت ديفوار ونيجيريا. كوت ديفوار ونيجيريا. نيجيريا تكسب بكره غينيا الاستوائيه؟ تكسب. كام؟ كام؟ برضه ممكن تبقى من ما بين 1-2-0. ماشي. المجموعه الثانيه مصر وغانا والرأس الاخضر وموزمبيق. المفروض مصر وغانا. مصر وغانا. اول وثاني. توقعاتك نتيجه مصر وموزمبيق بكره ايه؟ ان شاء الله نكسب 2-0. 2-0.
وغانا والرأس الأخضر هيكسبوا 3 غانا. المجموعة الثالثة السنغال الكاميرون غينيا جامبيا. السنغال والكاميرون. السنغال والكاميرون. المجموعة الرابعة الجزائر بوركينا فاسو موريتانيا أنجولا. أعتقد الجزائر وبوركينا. الجزائر وبوركينا. بوركينا خد بالك فرقة كويس في بطولة الكأس الأمم الأفريقية بتعمل أداء رائع. صح. صح. رائع. صح. موريتانيا برضو اتطورت جدا في الكورة وأنجولا فرقة نقدر نقول متوسطة معاهم مابولولو بتاع الاتحاد السكندري. ما بياخدوش ما بيكملوش مع إن هم فرقة على فكرة في ماتش دور الثمانية أعتقد بتاع مصر وأنجولا رخموا علينا في الملعب رخامة وكانوا فرقة رخمة جدا ده في 2008. 2008 لا دلوقتي اختلفوا كانوا فرقة جامدة ساعتها يعني لا كان عندهم مانوتشو ده بيلعب في مانشستر يونايتد بجد رخموا علينا في الملعب وكانوا فرقة تقيلة قوي كان معاهم فلافيو باين صح يعني الماتش ده هو اللي وصلنا أو هو مش اللي وصلنا يعني هو اللي ادانا البطولة حرفيا نروح للدور قبل النهائي. مجموعة الخامسة تونس المجموعة دي جامدة قوي بقى تونس أوي. مالي جنوب أفريقيا ناميبيا. بص هو المجموعة دي فيها كتير يعني المجموعة دي فيها كتير انما بتوقع فيها 3 ما بين تونس ومالي وجنوب افريقيا. انت لازم تقول لي طيب تونس اي حد يتوقع تونس وجنوب افريقيا. تونس وجنوب افريقيا مع ان مالي جامدة جدا جدا بس جنوب افريقيا اتقل لعيبة كورة اتقل فنيا. انت عارف المجموعة دي فيها علي معلول مع تونس وديانج مع مالي وبيرسي تاو مع جنوب افريقيا الثلاثي الاهلي هيلعبوا ضد بعض الاهلي هيلعبوا بعض. طيب كابتن طارق بيقول تونس وجنوب افريقيا انا بتوقع مالي فرقه تقيله جدا هم الثلاثه هيصعدوا. مش شرط على فكره المجموعات يبقى فيها فرق ثلاثه تقيله ممكن تلاقيهم بيكسبوا بعض ما تلاقيش فيهم من احسن توالي التعادلات هتوصلهم ممكن. المجموعه السادسه المغرب وزامبيا وكونغو الديمقراطيه وتنزانيا. اسهل مجموعه متهيألي بس انا بتوقع المغرب وكونغو الديمقراطيه. المغرب وكونغو الديمقراطيه طول عمر كونغو الديمقراطيه دي فرقه كويسه جدا ايوه عشان كمان اعتقد الكونغو دي سان داونز لا سان داونز جنوب افريقيا جنوب افريقيا سوري عندك مازيمبي سوري ما في كونغو ديمقراطيه وكونغو برازافيل لا لا انا بتكلم على مازيمبي طبعا مازيمبي فرق تقيل وعندهم فيتا كلاب على ما اعتقد فيتا كلاب برضه من الفرق اللي هي الافريقيه القويه يعني بالظبط يعني انت بتقول المغرب وكونغو الديمقراطيه طيب قول لي 4 فرق هينافسوا على البطوله. 4 فرق هينافسوا على البطوله طبعا مصر كوديفوار كوريفار عشان الدولة المستضيفة اكيد 100% هينافسوا لان هم النهارده عبروا عن نفسهم بشكل كويس وخلصوا الجيم بدري اول 4 دقايق اول 4 دقايق والامور كانت بالنسبة لهم. المغرب اعتقد ان هم ممكن يعملوا بطولة كويسة جدا لان هم مع إريك راكي حاجة عظيمة جدا عملوا كاس عالم ولا اروع واعتقد ان هم قريبين من ان هم يكملوا. المنافسة بعد كده مصر كوريفار المغرب المنافسة بعد كده هتبقى ما بين كاميرون نيجيريا غانا السنغال انا قلت خلاص. السنغال لا السنغال طبعا اكيد ده السنغال. لا انا عايز 4 فرق طب السنغال مع مصر كوديفوار المغرب خلاص كده 4 بس كده هم دول ماشي. عايز اخدك بقى لحته تانية قبل ما نختم وهي زيزو يعني دايما احنا عارفين الكابتن طارق السيد كان من الناس المهمه جدا اللي جابت زيزو وانت كنت رشحت زيزو قبل كده ان هو ينضم ان هو زيزو من المنيا وانت من ال لا انا 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 الموضوع ده حكيته كتير قوي يعني هو زيزو كان جه تمرينه جاي من البرتغال والموضوع بالنسبه له شفته عجبك نزل معايا تمرين فعجبني فقلت له انا هوديك الزمالك قال لي يلا جوه نزل معاك في المنيا تمرين طيب انا عايز اعرف موقف زيزو دلوقتي يعني احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده الاسبوع اللي فات وانا قلت نادي الشباب السعودي عايزه وعايزين يدفعوا 6 مليون دولار الزمالك عايز 10 11 12 وانا قلت حتى هنا في البرنامج لو الزمالك لو هياخد فلوس جامده في زيزو 10 11 12 مليون دولار يحل مشاكله زيزو يعني الزمالك يسيبه يروح طيب الشباب السعودي هو عشان بس عايز اعرف الموقف ان انا سامع اخر حاجه ان هم عايزين يدفعوا 6 مليون والزمالك رافض وزيزو هيبقى في الزمالك عايز اعرف الموقف لو انت عندك جديد اللي انت علاقتك بزيزو قريبه ورايك انت الشخصي في بقاء او رحيل زيزو. رايي الشخصي زيزو مش للبيع دلوقتي لو انت بتبني فرقه دي حاجه. الحاجه الثانيه ان والد زيزو في تليفون من حوالي 4-5 ايام بالحرف الواحد كده قال لي احنا تحت امر نادي الزمالك احنا في عقد ممتد بيننا وبين نادي الزمالك مش هنقدر نتكلم في اي حاجه نادي الزمالك عايز يبيع زيزو اهلا وسهلا نادي الزمالك عايز زيزو يكمل اهلا وسهلا ده هو يعني سابوا القصه في ملعب نادي الزمالك ملعب مجلس اداره نادي الزمالك هو صاحب القرار انما طبعا خد بالك كابتن كريم هو بيقول كده ومعذور
انت بتتكلم على لعيب جاي له 4 مليون دولار في السنه، ليه أيوة. هو لوحده، ليه هو عقده مع النادي في السنه يعني رقم فلكي، فرقم مليون جنيه مصري، رقم كبير قوي. انما في الاول وفي الاخر هو سايب الموضوع كله في حجر مجلس الاداره، ان هم اللي ياخدوا القرار وهم اصحاب القرار. والله وافقوا على العرض اهلا وسهلا، ما وافقوش. هو الولد محترف، او زيزو كلاعب كبير طبعا، كلمه ولد عشان اخويا الصغير يعني، انما زيزو لعيب محترف ملتزم جدا، ما عندوش مشكله. الدليل على كده ان هو السنه اللي قبل اللي فاتت جاله 5 مليون دولار من قطر، وما كانش عنده مشكله، ما مشيش، قعد في الزمالك. بشكرك كابتن طارق. حبيبي يا كابتن كريم، نتمنى التوفيق لمنتخبنا بكره يا رب ان شاء الله، يفرحونا بكره في ماتش الافتتاح بالنسبه لنا ان شاء الله، وكل التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله، يقدروا يعملوا بطوله كويسه. وانا كنت سعيد جدا يا كابتن كريم، حبيبي يا كابتن طارق، دايما ببقى سعيد ان انا معاك. الله يخليك يا كابتن طارق السيد، بشكره شكرا جزيلا، وبشكر كل طاقم العمل في كوره كل يوم، ونتقابل على خير بكره ان شاء الله.